هي ذكي صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على حضراتكم كلكم. ربما كلنا عارفين ارتباط العالم كله بصناعة السينما، وكلنا عارفين أيضا أن السينما يعني بيسموها أو الفن السينمائي بيسموه الفن السابع، لأن هو فن بيجمع كل ألوان الفنون ما بين قصة وحبكة وموسيقى وتمثيل ودراما، أشياء كتير جدا بتبقى متجمعة في شكل أو فورمات واحدة بنقدمها للجمهور. السينما بتأثر فينا بشكل كبير، وفي أفلام كتير جدا ربما بتخليك تفكر فيها. يعني أقول لك الفيلم ده يا بسنت إيه بايت معايا بقاله مثلا أسبوع، عمال أفكر في هذا الفيلم وأعيد وأزيد، يعني دايما إيه يبقى داخل كده فيك. الأفلام اللي أثرت فيك، الأفلام اللي أنت شايف إن هي بالفعل أثرت في تكوينك النفسي، اللي هي يعني لمست حاجة جواك. سؤال النهاردة اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك، إيه هو أكتر فيلم بتحبه؟ إيه هو أكتر فيلم أثر فيك بالفعل؟ إيه أكتر فيلم نفسك إن هو يكون ليه جزء تاني وامتداد، وندمت إن المنتج المخرج ما اتفقوش ان هم يعملوا فيلم تاني، او ما كانش فيه ظروف انتاجيه، او ما كانش فيه حتى نيه لهذا العمل، رغم ان في كانت في بعض الاحيان وعود بانتاج جزء تاني. السؤال ده اكيد عندك ليه اجابه يا بسنت. ايه هو الفيلم اللي كنت تتمني ان يبقى ليه جزء تاني؟ حقيقي يعني زي ما انت قلت انه في افلام كتيره قوي بترتبط في ذاكره وذهن المشاهد، وده بسبب ان هي بتبقى ناجحه جدا، فساعات كتيره قوي بنشوف ليها جزء اول وتاني وتالت، واحنا شفنا ده في السينما العالميه، ويمكن كتير. في هوليوود شفنا ميشن امبوسيبل، هانجر جيمز، لورد اوف ذا رينجز، وبيستغلوا ده كويس، وبيستغلوا ده حلو جدا، وبيربطوا المشاهد بيه في العالم كله. صحيح. عندنا في مصر في الحقيقه نماذج ناجحه جدا السيكونس بس او الافلام، بس ما عملتش بقى مسلسل لا يعني في زي اولاد رزق نجح جدا. أيه. في يعني عمر وسلمى، الفيل الازرق، في افلام كتيره جدا عملت، الجزيره مثلا، افلام أيه. كتيره عملت كذا جزء وارتبط بيها المشاهد، وفي الحقيقه كل جزء كان بينجح اكتر من الجزء اللي قبله. لكن خليني اقول لك انه في افلام برضو لسه كنا بنتفرج عليها متعلقين بيها في اوائل الالفينات، حتى في التسعينات كنا دايما زي ما انت قلت كان بيبقى فيه وعود لجزء تاني، او احنا كنا يمكن بنتمنى انه يبقى فيه جزء تاني ليها، لكن ما كانش بيبقى فيه نصيب. في افلام شكلت ذاكره الجيل ده. خلوني اتكلم عن يمكن الفيلم اللي اثر فيا انا شخصيا وحبيته جدا. انا دايما بروح للكوميديا، يعني انا بحب الافلام اللي فيها رساله لكن في نفس الوقت هي كوميديه، برتبط بيها جدا وبتفرج عليها اكتر من مره. افلام كتيره يعني، لكن هركز مع حضراتكم على فيلم زي فيلم الناظر اللي كان فيه رساله تربويه في المدارس. انا الفيلم ده اثر فيا جدا، بالذات من اكتر الناس اللي بيضحكوني هو الراحل علاء ولي الدين، ويعني الله يرحمه، لكن هو لو كان مكمل معانا وكان عايش انا اتخيل انه كان هيقدم لينا وجبه دسمه جدا من الكوميديا، اللي يمكن ما كانش هيبقى في حاجه بتضحك ابدا زيها، في نفس الوقت ليها رساله وفي مضمون مهم للمحتوى اللي هو كان بيقدمه. فيلم الناظر كان بالنسبه لي انا شايفه المدرسه، يعني بيحصل جوه المدرسه بقى، من الطالب النجيب اللي بيذاكر للطالب يمكن خلينا نقول عليه شقي شويه،
اللي مش عايز يتعلم ولا يعلم حد معاه في الفصل. من الحاجات اللي كنت أتمنى إن أنا أشوف ليها جزء تاني، يعني لو كنا شفنا النهاردة جزء تاني للناظر يمكن بممثل مختلف، مدرسة للبنات، مدرسة عاشور للبنات، البنات كانوا هيتصرفوا إزاي في جيل النهاردة. صحيح. جيل الآيباد، الناظر اللي ممكن يكون لسه متمسك شوية بفكرة الكتب ومش حابب قوي فكرة دخول التكنولوجيا على المدرسة، لكن النهاردة المدرسة الانترناشونال كمان إزاي بتعامل فيها الناظر مع طبقات مختلفة، ممكن يبقى هو نفسه كمان نفس الناظر اللي جاي من مدرسة تانية. بالزبط. بالظبط، يعني في معالجات كتير، بس طبعا تبقى مختلفه عن رمضان ابو العالمين حموده، يعني يمكن فكره تانية زي ما اتكلمنا انه بنات، بس البنات مثلا هتتصرف ازاي لو في مسابقه وفي اغاني مهرجانات، هتعمل ايه النهارده. انا حابه اشوف جزء تاني لفيلم زي الناظر، لانه انا من الناس اللي اتفرجت على الفيلم ده يمكن عشرات المرات، ولو حولت النهارده اي قناه لقيته شغال هفضل بتفرج عليه من غير زهق. لا ده انت اثرتي خيال المبدعين والسيناريستات. لا فعلا كل يعني نقطه من اللي انت قلتيها دي فعلا يتعمل عليها افلام. لا في افلام كتير على فكره يعني عالجت القصه من الشكل ده حقيقي، بس حابه اعرف منك انت، لان انت برضو بيبقى ليك فكر معين كده مختلف يعني. لا والله بص، هو مش فيلم معين بس مجموعه الافلام اللي اتكلمت عن نجاح المصريين في الخارج، يعني النمر الاسود قبل كده السبعينات اعتقد، بعد كده الهمام في امستردام، كل هذه الافلام اللي كان ليها نوع من انواع الحكايه عن المصري اللي بيقدر يقدم شيء جديد في الغربة. أنا مؤمن جدا 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 بالجينات المصرية، مؤمن جدا إن في من أجدادنا الفراعنة ادونا حاجة كده مختلفة عن كل الجنسيات التانية، بجد احنا شعب مميز، ومش غرور، لأن أنا شفت نموذج محمد صلاح اللي حط في دماغه حاجة وبقى النهاردة من أهم لاعبين العالم، شفت نموذج أحمد زويل اللي كان يعني غرقان في بحور البيروقراطية في انه ممكن هيترقى استاذ ولا استاذ مساعد، ساب كل الكلام ده وبقى اهم عالم في الدنيا في الفيزياء، خد نوبل. فانا مؤمن بالمصري ده. خد على هذا النموذج نمر الاسود قصه اللاعب محمد حسن لاعب الملاكمه اللي كان بيشتغل في الحداده وراح بعد كده وبقى من اهم رجال الاعمال في المانيا. قصه همام في امستردام معرفش القصه حقيقيه ولا لا، بس هي فيها تتشابه مع يعني او تتقاطع مع قصص كتير اللي بيقول هي قصه حقيقيه. ان حد فعلا راح هولندا وعمل وكبر وبدا من كده لا هو حقيقي وباركنج اند كليننج ووصل في نموذج لشخص مصري، بس انا بصراحه ما اعرفش اسمه ايه، هو فاتح سلسله محلات هناك ومشغل فيه عدد كبير من برضو الجاليه المصريه اللي عايشين هناك. فدي من النماذج اللي متهيالي بتبقى ناجحه جدا، انه مش بس بيساعد نفسه هو قدر انه ينجح رغم كل التحديات، لا كمان ما وقفش بقى عند ده، يلا تعالى مين عايز ان انا اساعده تاني واكبره معايا. دي يمكن من اهم الحاجات كمان. ايوه ايوه بتفق معاك انه النماذج مساحه حلوه لكتاب السيناريو حقيقي. انا اديناكوا افكار النهارده حلوه فكره يعني زي ما انت قلت يمكن الافكار دي النهارده مطروحه جدا، ويمكن ده اللي بيتكلم عليه السوشيال ميديا طول الوقت، رياده الاعمال وانه ازاي تبتدي. انا عايز اقول لك في مصريين كتير جدا في جوجل وفي فيسبوك وفي امازون، انا يمكن اعرفهم بشكل شخصي بداوا من هنا من كليات الهندسه واصغر مني انا كمان يعني كتير، بس بسرعه جدا تنقل لان هو فهم العالم عايز ايه ولعب على النيد، انتوا محتاجين ايه، طب انا هطور نفسي في البلوك تشين، هطور نفسي في الاي اي الذكاء الاصطناعي، وبدا وكبر في ناس في ايرلندا في موقع الفيسبوك، انت عارفه الفيسبوك ايرلندا في الشرق الاوسط موجوده في ايرلندا. طب بس احنا نفسنا نشوف نموذج بقى من الافلام دي لمصري، هو ابتدى بفكره بتاعته هو وكبر بيها وقدر انه يروح للعالم كله، لو حتى وغير ابلكيشن تطبيق قدر يغير بيه حاجه بالزبط. او حتى زي ما انت يمكن قلت عالم، نبتدي نعمل فيلم بقى عن قصص حياه سواء زويل، مجدي يعقوب، كل الناس اللي شرفونا في المحافل الدوليه. يعني مهم ان احنا نبتدي نبقى مصدر الهام للشباب الصغير اللي لسه مش عارف يمكن يبتدي منين، فيشوف الفيلم يتحمس ليه، وهي هو ده دور الدراما، هو ده دور الفن. انا عايز اضيف لك حاجه صغيره. انا يمكن عملت ندوات في مدارس وجامعات قبل كده وشفت الشغف في عيون طلاب كتير قوي، وهنا انت بتتكلم الفرق بين السينما والمسرح، انت في المسرح بتشوف الفيدباك. برايي الشخصي اعظم
ما يقدمه الإنسان لهذا الجيل في سيبك بقى من اللي يقول لك تنمية بشرية ومش تنمية، أهم من التنمية البشرية 100 مرة إنك تكلمهم عن أجدادهم وتكلمهم عن قصص النجاح. أقسم بالله العظيم أنا بشوف عيونهم بتلمع. أنا بشوف ده، يعني لما أقول له جدك عمل ده وجدك عمل ده أنت مش أقل منه، بدل ما تقول له قوم وحفز ذاتك واعمل مش عارف إيه والحاجات اللي بسمعها في الإيه في التنمية البشرية دي، لما تدي له المثال وتكون واضح في هذا المثال وتبروز له أن أنت مش بعيد عنه، أنت مش بعيد يا حبيبي عن محمد صلاح، كان في مدرسة حكومة وكان لما يوم ما جاب كوتش زغرت ويوم ما طلع من قرية اسمها نجريج، النهاردة من أهم لاعبين العالم، اختلف عنك في إيه؟ فأنت لما تقدم هذا النموذج وتتكلم عنه بتفاصيله وتتكلم عن أجدادك الفراعنة إن هم عملوا حاجات ما كانتش موجودة على كوكب الأرض أهم مليون مرة من أي علم من علوم التنمية البشرية، وده أعتقد يعني بالمثال يتضح الشرح، اديله الحالة اديله الكيس، ده واحد كان منك وكان عايش زيك بالظبط. هي أمثلة كتيرة قوي نقدر إن احنا نقدم بيها وجبة كده من الأمثلة الملهمة لشبابنا وأولادنا اللي بيتفرجوا على التلفزيون، وده دور الدراما اللي احنا في الحقيقة شفنا الفترة اللي فاتت بتتقدم جدا وبتقدم محتوى ونماذج كويسة جدا في على الشاشة. عايزين نشوف من ده أكتر، ويمكن يعني مناسبة كويسة إن احنا ندردش مع حضراتكم ونشوف إيه هي يعني المسلسلات أو الأفلام أو أكتر فيلم بتحبه ونفسك يكون ليه جزء تاني. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجابات حضراتكم اللي إن شاء الله هنستعرضها في خلال الحلقة النهاردة، وهندردش مع بعض ونشوف الأجزاء التانية للأفلام إيه هي، سواء كوميدي تراجيدي دراما أي حاجة، خلونا نعرف مع بعض كده الحاجات اللي ممكن يبقى ليها جزء تاني. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وبنصبح على حضراتكم. صباح الفل عليكم، صباح عليكم مرة تانية، وخلونا برضو نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على أي آخر أخبار الطقس في القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير هالة. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا فسنت، صباح الخير أعزائنا المشاهدين. يعني هنشوف الطقس النهارده، لكن قبل بس ما نروح نشوف الطقس خلينا نسالك سؤال الحلقه النهارده ونعرف منك يعني ايه الفيلم اللي اتفرجت عليه قبل كده وكان نفسك يكون ليه جزء تاني. الحقيقه افلام كتير يا فسنت، يعني انا بميل للافلام الكوميدي او الافلام برضو الخفيفه، فلو هتكلم على افلام زمان امبراطوريه مين من الافلام الهادفه جدا اللي كان نفسي يبقى لها جزء ثالث، خصوصا ان في مشهد في الفيلم الام بتقول لاولادها ناقص اجيب لكل واحد فيكم تليفون لوحده. كل ما اتفرج على المشهد ده قلت تيجي تشوف النهارده كل واحد فينا قاعد بالموبايل لوحده. فيلم الموميا من الافلام العظيمه اللي كان نفسي برضو اشوف لها جزء تاني. الفيلم ده يعتبر علامه من علامات السينما المصريه طبعا. اخر حاجه بقى كنت احب اشوف سمير وشهير وبهير في جزء تاني. برافو عليكي والله. علشان اخر مشهد في الفيلم بينتهي ان هم بيركبوا قله الزمن وبيروحوا مصر الفراعنه. ايوه صح. ايه بقى اللي بيحصل ده بيخلينا الكوميدي كده في العصر ده كان هيبقى عامل ازاي؟ نفسي اشوف شيكو وهشام ماجد وفهمي بيعملوا الجزء الثاني من الفيلم. يا رب نشوفه مع بعض كلهم مره ثانيه، ثلاثي مهم جدا. ان شاء الله. اتفضلي يا هلا. على العموم خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره على كافه الانحاء، تقريبا بدرجات تتراوح من 2 ل 5 درجات. الطقس هيكون بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وشمال الصعيد. في شبوره مائيه الصبح هتكون كثيفه احيانا على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 28، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 20 درجة مئوية. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية. مرحب بحضراتكم من جديد، والنهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن وكالعادة خلونا الأول نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أبرزها اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة جهود تطوير القطاع البيئي وكمان تأهيل وتدريب الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات. صحيح، بس أنت امبارح أيضا سيادة الرئيس أجرى اتصال هاتفي مع رئيس قبرص المنتهية ولايته، أعرف فيه سيادة الرئيس عن تقديره لدعم العلاقات ما بين الجانبين، وكمان أيضا كان عندنا أن الحكومة نفت كافة الشائعات التي ترددت بخصوص استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية. تفاصيل أكثر عن هذا الأمر في سياق هذا التقرير.
مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة جهود تطوير القطاع البيئي، ووجه سيادته بتحقيق التكامل والتوازن بين جهود تحسين منظومة البيئة واستراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، وكمان تعزيز المشروعات الهادفة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية وزيادة التوعية البيئية المجتمعية. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع لمتابعة جهود تأهيل وتدريب الموارد البشرية المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات ومبادرة أجبال مصر الرقمية ومراكز الإبداع الرقمية. وأكد الرئيس خلال الاجتماع أولوية توفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري ومساندة الشركات الناشئة وتشجيع توسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجه أيضاً بمواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الإدارية والحكومية تسهيلاً على المواطنين. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته، وخلال الاتصال أعرب الرئيس عن التقدير والشكر النظير القبرصي على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة تولي المنصب، وهي الفترة اللي شهدت الكثير من الإنجازات المهمة سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت بخصوص استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، وقال مركز معلومات مجلس الوزراء إنه جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة آمنة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة وتخضع جميعها للفحص والرقابة. أما في جولة المحافظات فمعنا مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح أيضا في عدد من المحافظات المصرية، منها إنهاء 70% من مشروعات البنية التحتية في محافظات أسوان، ومنها أيضا تنفيذ مشروعات جديدة لرصف الطرق بتكلفة بلغت 12 مليون و735 ألف جنيه في محافظة البحيرة. كمان معانا في المحافظات تحليق 60 رحلة بالون على متنها 1600 سائح في الأقصر، وتحصين 166 ألف راس ماشية ضد الحمى القلعية في كفر الشيخ، وتفاصيل وأخبار أكثر في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها إنهاء أكثر من 70% من مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وده بالتزامن مع تنفيذ خطة أعمال الرصف بمختلف المدن والمراكز. في البحر الأحمر بدأت أجهزة مدينة الغردقة نقل المرحلة الثانية من سوق الخضار الموجود خلف شركة بيع المصنوعات بميدان الدهار لمجمع خدمات الدهار في نهاية شارع المصالح بجوار موقف السيرفيس، وده أول سوق حضاري في الغردقة تم إنشاؤه بتكلفة 130 مليون جنيه على مساحة 10,000 متر. في الأقصر حلقت 60 رحلة من رحلات البالون الطائر اللي أقلت على متنها أكثر من 1600 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر الطبيعة الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء. في قنا تم تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أبو مناع شرق التابعة لمركز دشنة ضمن فعاليات القوافل الطبية اللي بيتم تنظيمها بالقرى الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونجحت القافلة في توقيع الكشف الطبي على 1327 مواطن في 7 تخصصات طبية. في البحيرة قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة حوش عيسى بتنفيذ أعمال رصف طريق جسر مشروع عبد القادر بطول 1.65 كيلومتر، وكمان استكمال رصف طريق الريكو المركب بطول 2 كيلومتر وبتكلفة 12 مليون و735 ألف جنيه. في الشرقية بيشهد مركز أولاد صقر تنفيذ 22 مشروع خدمي وتنموي بتكلفة مالية بلغت 417 مليون و294 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، وده لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. في الوادي الجديد بيتم استكمال تنفيذ خطة إحلال وإعادة رصف الطرق الداخلية بمدينة الخارجة، وتم التكليف بسرعة إنجاز أعمال صيانة وإحلال الطرق والشوارع المتهالكة على مستوى كافة مراكز المحافظة. في المنوفية تم الإعلان عن تنفيذ 8 قوافل طبية كل شهر في جميع التخصصات وبأحدث الأجهزة بالقرى الأكثر احتياجاً بجميع مراكز ومدن المحافظة لتقديم الخدمة الطبية لمستحقيها.
في الإسكندرية انطلقت أولى فعاليات مبادرة مدارسنا مثمرة بنطاق حي العجمي، وتم زراعة 20 شجرة جوافة و20 شجرة زيتون بمدرستي السيدة خديجة بنت خويلد والشهيد صابر أبو العنين، وده بالتعاون مع إدارة المدرستين والمختصين وبمشاركة الطلاب. في كفر الشيخ تم تحصين 166,615 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلعية ومرض حمى الوادي المتصدع من المستهدف، واللي بيبلغ 211,969 رأس ماشية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة. ايه أكتر فيلم بتحبه ونفسك يكون ليه جزء تاني؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، وخلونا نبتدي مع حضراتكم بالتعليقات الموجودة على سؤالنا على فيسبوك. وميدو قاسم بيقول: صباح الخير عليكم، أنا محمد قاسم من شبين الكوم المنوفية، بنصبح عليك وعلى كل أهل المنوفية. أنا أكتر فيلم بحبه ونفسي يكون ليه جزء تاني هو فيلم الممر. احنا بنتمنى كمان يكون ليه جزء تاني. وبطولات قواتنا المسلحة والفترة دي بالذات فيها يعني أشياء كتير جدا فعلا يمكن أن تروى. محمد فهمي: صباح الخير عليكم، كان نفسي أشوف جزء تاني لهمام في أمستردام. والله بشكرك أنك متفق يعني صح. وفيلم عبودة على الحدود برضو من أهم الأفلام، يعني برضو هو بيتكلم على أن فكرة المواطن اللي نجح أو عبودة على الحدود، الشاب اللي دخل الجيش وبعد كده إيه قدر ان هو حب الموضوع، ان هو دخل الاول كان خايف شويه، بعد كده لما دخل خدم بلده وعمل حاجه ليها فايده. تعلم احنا بصراحه يعني علاء ولي الدين خطير. الله يرحمه. الله والله علامه. استاذ عماد حسن بيقول: صباح الخير والبركات من بلد الجمال مطروح، صباح الفل عليك. انا بحب الافلام الكوميدي كلها بشكل عام عشان بتخرج الكبت اللي موجود جوانا. والله عندك حق، وحلو ان احنا نتفرج على يعني الرسائل سينمائية. رساله بطريقه كوميديه، مش لازم ان احنا ايه نتغم. لا لا صح صح صح، هي ليها طبعا يعني معالجات كتير. علي العميري وده توب فان عندنا على الصفحه بيقول: انا ضد ان يكون في جزء تاني لاي فيلم، الفيلم بيتشاف مره واحده فقط. طبعا ليك حق، بس في استثناءات كتير في قصص كتير، وان كان ده لابد منه اتمنى ان يكون فيلم الزوجه الثانيه بتاع العظيم صلاح منصور والراحله سعاد حسني. انا عايزه اقول لك ان استاذه سلوى بهناسي كمان بتتفق معاه وبتقول يعني مش كل فيلم فكرته لو اتعمل جزء تاني ممكن يضيع من نجاح الفيلم حقيقي، بس في افلام نهايتها بتوحي بانه في جزء تاني ويعني تستحمل انه يكون في جزء تاني. صحيح، احنا بنتكلم عن نوع ده من الافلام. استاذ اشرف اديب بيقول: من الافلام اللي شفتها في حياتي كنت اتمنى ان يكون ليها جزء تاني فيلم الفنان فريد الاطرش وميرفت امين، نغم في حياتي من احلى الافلام. صحيح. عندي رسالته جميله جدا جدا عن المحبه والعطاء والاخلاص. صباح الخير، يصبح علينا. مش بقول لكم الفن السابع، السينما رسائل عظيمه. عبير سالم الغريب بتقول: صباح الخير من الاسماعيليه عروس القنال، صباح الفل على كل اهلنا في الاسماعيليه، عايزين نسمع السمسميه كده على الصبح وانتم نازلين تشتغلوا. ليه في عدد كبير من الافلام اللي يعني ليها مذاقها وليها اهميتها والمؤلف عامل فيها حساب القصه، بس كان نفسي الفيلم اللي كان يكون له جزء تاني هو فيلم سلام يا صاحبي. طبعا الزعيم عادل امام يعني جزء من تكويننا النفسي، يعني جيلي انا تحديدا عادل امام مأثر فيه. ممكن نشوف بقى بعد ما صاحبه توفى ايه الجديد يعني الجزء الثاني فعلا هيعمل. وخليني اقول لك ان في مثلث كده شريف عرفه في الاخراج وحيد حامد في الكتابه عادل امام في التمثيل، المثلث ده لما اجتمع كانت السينما المصريه في حته ثانيه، ست افلام ما لهمش حل، وبعد كده كل واحد تفرق، كل واحد ما نجحش زي ما كان نجح في هذا المكان يعني. حقيقي. صمت الرحيل، اكونت اسمه صمت الرحيل، بتقول: صباح الخير، انا بحب فيلم الايدي الناعمه وكان نفسي يكون ليه جزء تاني، احمد مظهر ومريم فخر الدين وليلى طاهر، من الافلام الجميله جدا فعلا. ولذيذ يعني، فيلم لذيذ بيقدم رساله لذيذه. صباح الخير عليكم، محمد الزعيم، اهلا بيك يا محمد. بصراحه فيلم النمر والانثى للزعيم عادل امام والجميله اثار الحكيم ممكن يكون سلسله طويله جدا من جهود الشرطه. حياتي للشرطه القوات المسلحه، طبعا كان عادل امام قايم فيها بدور ضابط، وفعلا ممكن يبقى فعلا سلسله نجاحات ثانيه ويتعمل باكثر من تيمه، بس مش ده اللي يتقال عليه برضو ايه جزء اول وجزء ثاني وجزء ثالث. استاذ جمال مختار بيقول: المسلسلات ممكن يكون ليها جزء ثاني وثالث كمان، اما الافلام بيفضل ان هي تكون مره واحده، وافضل روائع اسماعيل ياسين الكوميديه. حقيقي، واسماعيل ياسين قدم عمل سلاسل حقيقي يعني، اسماعيل ياسين في الطيران، اسماعيل ياسين في المطافي متهيألي، مش عارف في الايه، في الاسطول،
فدي كانت من الافلام الناجحه جدا والناس فضل المشاهدين ارتبطوا بيها بشكل كبير. صحيح. يحيى النمر ابو العيله بنصبح عليكم من الاسكندريه على كل اهل مصر. انا عايز جزء تاني من فيلم الشموع السوداء، لسه متفرج عليه امبارح وكان فيلم استمتعت بيه جدا. طبعا الشموع السوداء علامه من علامات السينما المصريه، ما حدش يقدر خالص ينكر ده. محمد مرسي بيقول ان فيلم حماده هلال في حلم العمر المفروض يكون ليه جزء تاني عشان هو ما اتجوزش وكان مكسور، وكمان عشان نعرف اكرم حصل له ايه بعد ما نور ماتت وابوها كمان حصل له. انا من للاسف ما اتفرجتش على الفيلم ده، لكن ناس كتير قوي بتتكلم عنه كويس قوي، وفكره الملاكمه والحاجات دي لذيذه. ايوه. علاء الدين او علاء الدين توب فان بيقول صباح الخير على اجمل برنامج واجمل مذيعين. فيلم الشقه من حق الزوجه، اتمنى ان يبقى ليه جزء تاني. كان حلو قوي. لانه بيجسد الواقع اللي احنا فيه، طبعا من اهم الرسائل اللي جت لمصر وجت من السينما المصريه للفيلم ده. لا كان فيلم فعلا حلو قوي، انا بحييك على ذوقك. صحيح. استاذه حبيبه خلف بتقول بتصبح علينا، بتقول برنامجها هو برنامجها المفضل. صبح عليك يا حبيبه. فيلم حب البنات كنت اتمنى يبقى ليه جزء تاني، ده بمناسبه انه كان الفالنتاين قريب، صح؟ ايوه. مجدي امين توب فان، اهلا بيك يا استاذ مجدي، صباح الخير على اجمل برنامج. فيلم مولد يا دنيا افتقدنا فيه بصراحه، احنا افتقدنا الاستعراضات الغنائيه الجميله، وخصوصا ان مصر مليئه بالمواهب الجميله. ده اللي بقوله، السينما الغنائيه والسينما الاستعراضيه جزء جدا كبير. الله يرحمه طبعا محمود رضا وفرقه رضا كانت من ابرز الناس اللي قدمت الفن ده. احنا عندنا محتاجين نغذي السينما المصريه بالالوان دي برضو من السينما. الاستعراضات طبعا مهمه جدا. حقيقي. احمد حسن بيقول انا الفيلم اللي ليه مواقف حلوه في حياتي شمس زناتي للاستاذ عادل امام، من الافلام اللي يعني فعلا اللي عايشه معانا. وفي افلام كده مهما انت تتحول لا انت بتقف عندها. عادل امام ليه افلام كتيره قوي من الافلام دي. في فيلم كمان كان لسه بيتعرض قريب قوي ليه هو واللبلبه لما كان هو بينصبوا على الناس، مش فاكره اسمه قوي. عصابه حماده وتوتو. عصابه حماده وتوتو من الافلام الخطيره برضو اللي انت تقف عندها. يعني دمه خفيف مهما عدى الزمن، افهاته بتضحك عليها لغايه النهارده. المضحك المبكي عادل امام قدر يخش في تكويننا المصري، عشان هو فعلا مش كوميديان بس، لا هو كمان لما بيلعب تراجيدي وكمان لما بيقدم رساله بنصدقه. فهو يعني. هو لا هو طبعا على كل حال. ده كان جزء من التعليقات حضراتكم اللي موجوده على صفحتنا او على سؤال حلقتنا النهارده اللي موجود على فيسبوك. ايه اكتر فيلم بتحبه ونفسك يكون ليه جزء تاني؟ هنكمل قراءه تعليقات حضراتكم على مدار الحلقه النهارده. كملوا كتابه وقولوا لنا ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا لها جزء تاني. لكن دلوقتي خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقيه فقراتنا. خليكم معنا. دلوقتي تعالوا نشوف اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده. منها انطلاق مبادره تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجيه، ومنها ايضا فتح باب الترشح لرئاسه 4 جامعات حكوميه. كمان النهارده لعشاق الساحره المستديره مانشستر يونايتد ونيوكاسل هيلعبوا مع بعض في نهائي كاس رابطه الانديه الانجليزيه المحترفه كابيتال 1. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق فعاليات مبادرة تكافؤ لدعم الطلاب المتفوقين بتسليم منح التعليم الفني والتكنولوجي الشاملة 200 طالب من الملتحقين بالجامعات التكنولوجية الجديدة. النهاردة هيبدأ المجلس الأعلى للجامعات فتح باب الترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية، هم جامعة جنوب الوادي وجامعة مدينة السادات وجامعة السويس، بالإضافة لإعادة فتح باب التقدم لجامعة كفر الشيخ، وهيستمر فتح باب التقدم لحد يوم 4 مارس. لعشاق الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، منها مباراة بيراميدز مع إسكو كارا التوجولي الساعة 6، والساعة 9 مساءً هيلتقي فيوتشر مع الجيش الملكي المغربي. لعشاق الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة كابيتال 1، واللي هتجمع ما بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل الساعة 6:30 بالليل.
خلينا سريعا نشوف أخبار الطقس بالتفصيل مع زميلتنا هالة الحملاوي. هالة، شكرا مصطفى، شكرا بسنت. النهارده هيئة الأرصاد بتتوقع هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيمة تتراوح من 2 ل 5 درجات، والطقس هيكون بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. في شبورة مائية الصبح بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية منه إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، صباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا خالد. أهلا بحضرتك، أخبار الطقس النهاردة إيه بقى بالتفصيل؟ احنا طبعا بداية من اليوم هنبدأ نشهد ارتفاع في درجات الحرارة. الارتفاع ده هيكون تدريجي بحوالي من درجتين إلى 5 درجات على أغلب مناطق الجمهورية، لأن احنا هنتأثر بمصادر كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وأيضا في امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، خاصة فترة الظهيرة. المواقع العظمى مع منتصف الأسبوع توصل على القاهرة الكبرى 26 و27 درجة مئوية، وده هيكون ذروة الارتفاعات. طقس اليوم هيكون طقس دافي على اغلب المناطق الشماليه، مرورا طبعا بالمناطق الموجوده في الوجه البحري، القاهره الكبرى، مائل للدفء على سواحلنا الشماليه، دافي ايضا على محافظات شمال الصعيد، مائل للحراره على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس درجات الحراره بتنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ، خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، الاجواء ما زالت اجواء بارده الى شديده البروده على اغلب مناطق الجمهوريه. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجوده في وسط سيناء نتيجه انخفاض درجات الحراره فتره الليل اقل من 5 درجات. دايما الظاهره الجويه المؤثره معانا في فترات الاستقرار في الاحوال الجويه هو طبعا تكون لشبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ممكن بالفعل اليوم ادت انخفاض واضح في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق. الشبوره المائيه بتتلاشى مع قطوع اشعه الشمس تقريبا ان شاء الله ساعه بالكثير، تبدا الرؤيه تتحسن على اغلب الطرق تتلاشى الشبوره المائيه. الاجواء المستقره دي كمان مكمله معانا ان شاء الله لنهايات هذا الاسبوع، لكن احنا هيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، مش عاوزين نغير نوعيه الملابس بشكل كبير خلال الايام القادمه او نغير نوعيه الملابس، لازم نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، لان بعد الارتفاعات هيحصل مره اخرى انخفاضات في درجات الحراره ونعود ثاني بالاجواء الشتويه. فترة شهر ثلاثة دي كلها بتبقى فترة تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، تحديدا في اليوم الواحد بيحصل اختلاف في درجات الحرارة في الأسبوع الواحد، فلازم ناخد بالنا. كمان اليوم في نشاط للرياح على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد، تحديدا في مطروح والسلوم، نشاط الرياح ده سرعاته هتكون ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، وهيكون مثير لبعض الرمال والأشربة فقط في مطروح والسلوم. تمام. طيب دكتورة منار، حضرتك أشرت إلى تكون الشبورة في بعض المناطق خاصة القريبة من المسطحات المائية، تقدري حضرتك تحددي لنا بالظبط المناطق اللي هيكون فيها شبورة عشان برضو الناس تاخد بالها؟ بالفعل أغلب الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، محافظات مدن القناة، وأيضا المناطق الموجودة في شمال الصعيد والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الطرق الزراعية المؤدية إلى المناطق دي في شبورة مائية الآن عليها وأدت في انخفاض في الرؤية الأفقية. دايما مع تكون الشبورة المائية بيكون ساعات الليل المتأخر تبدأ تقريبا الساعة 3 4 الفجر، تستمر معانا حتى الساعة 7 أو 8 صباحا تدريجيا مع طلوع أشعة الشمس تبدأ الشبورة المائية في التلاشي، والرؤية بتنخفض معاها بشكل كبير وبشكل ملحوظ خاصة اليوم وخلال الأيام القادمة. طيب برضو حضرتك نويت يا دكتورة منار ان هيحصل ارتفاع في درجات الحرارة في الفترة اللي جاية، وان احنا طبعا ما ننخدعش في دوت، وما يعني الناس ما تخففش في الهدوم لانها ترجع تاني درجات الحرارة تنخفض، بس كان في برضو توقعات ان درجات الحرارة لما هتطلع هتبقى حاجة و30 درجة مئوية، الكلام ده صحيح ولا هتبقى يعني ماكسيمم 27-28 درجة؟
بالنسبة للقاهرة الكبرى 26-27 درجة مئوية، يعني هتزيد عن 25 درجة مئوية، لكن طبعا محافظات جنوب الصعيد بالفعل هتوصل ل 33 درجة مئوية خلال فترة النهار، خاصة مع وجود بقى أشعة الشمس واحنا بنرتدي الملابس الشتوية خلال الفترة دي، فهنحس أكثر بارتفاع درجات الحرارة. ذروة الارتفاعات هتكون يوم الثلاث والأربع، ومع يوم الجمعة تدريجيا تبدأ درجات الحرارة تنخفض بإذن الله. تمام، بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، وفي العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14. أما في الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14، وفي العلمين الجديدة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى هتكون 13. في مطروح درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11، أما في دمياط فدرجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12. في بورسعيد درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13، أما في الإسماعيلية فدرجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12. نروح للسويس العظمى 22 والصغرى 12، أما في العريش العظمى 21 والصغرى 11. في كاترين درجة الحرارة 20 هي العظمى والصغرى هتكون 3، أما في طابة ف 23 دي درجة الحرارة العظمى والصغرى 13، وفي حلايب العظمى هتكون 24 والصغرى هتكون 17. أما في شلاتين الحرارة العظمى 26 والصغرى 17. شرم الشيخ لا تزال تحتفظ بجو دافئ، درجة الحرارة العظمى فيها 25 والصغرى 17، وفي الغردقة العظمى 25 والصغرى 14. في الفيوم درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 9، وفي بني سويف درجة الحرارة أيضا العظمى 24 والصغرى 9. في الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 26 الصغرى 8، وفي أسيوط العظمى 24 والصغرى 8. في سوهاج العظمى 25 والصغرى 9، وفي قنا العظمى 26 والصغرى 10. في الأقصر درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11، وفي أسوان درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12. ودلوقتي هنرجع تاني لزملائي في الاستوديو مصطفى وبسنت لمتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا، شكرا لك يا هالة. شكرا. خلونا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمحافظة الغربية، واللي فيها تم إطلاق أول بطولة لدوري المدارس في لعبة الشطرنج. البطولة دي بيشارك فيها حوالي 120 طالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة. خبر مهم جدا، الشطرنج طبعا من أهم الألعاب اللي بتنمي القدرات الذهنية. البطولة دي تم تنظيمها بالتزامن أيضا مع مبادرة شطرنجي في مدرستي. المبادرة دي بتقوم بتوزيع الشطرنج على المدارس بالمجان علشان تزود اهتمام الطلاب بهذه اللعبة الذهنية اللي بتساعد كتير في تشكيل وتحسين قدراتهم الذهنية. بمشاركة 120 طالبا وطالبة انطلقت أول بطولة لدوري المدارس بالغربية في لعبة الشطرنج التي تستهدف طلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة داخل المحافظة. البطولة تشمل مراحل التعليم المختلفة من 10 إدارات تعليمية بالغربية، وذلك بعد إجراء التصفيات الأولية في الإدارات التعليمية لاختيار ممثلين للإدارة من الطلبة والطالبات. مسابقة الدوري تنقسم إلى 3 بطولات طبقاً للمرحلة الدراسية، وتتضمن دور المرحلة الابتدائية ودور المرحلة الإعدادية ودور المرحلة الثانوية. ونظراً للتحفيز الكامل بين الطلاب، تم وضع جوائز مالية وعينية للإدارات التعليمية الفائزة في كل مرحلة، تشمل المركز الأول كأس الدوري وجائزة مالية قدرها 500 جنيه وأربع ميداليات ذهبية لطلاب الإدارة، المركز الثاني 4 ميداليات فضية لطلاب الإدارة، والمركز الثالث 4 ميداليات برونزية لطلاب الإدارة. المسابقة تأتي بالتزامن مع ما تشهده محافظة الغربية لانطلاق مبادرة شطرنج في مدرستي بتوزيع 100 شطرنج ل 100 مدرسة مجاناً، وذلك سعياً لزيادة شعبية رياضة الشطرنج في المحافظة وزيادة الوعي بها لما لها من أثر كبير في تحسين القدرات الذهنية للطلاب.
يعني زي ما شفنا في التقرير ان الشطرنج من الالعاب اللي بتحسن القدرات الذهنيه لدى الطلاب، طلاب من مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي بيشاركوا في دوري المدارس للعبه الشطرنج في محافظه الغربيه، في حوافز وميداليات ومكافئات ماليه بتقدم للفائزين. خلينا نتعرف بتفاصيل اكتر. معانا على الهاتف محمد خلاف، رئيس منطقه الغربيه للشطرنج. مرحب بيك يا استاذ محمد في صباح الخير يا مصر. مرحب بكم جميعا، صباح الخير يا مصر، صباح الخير يا استاذ مصطفى، استاذه مساء، صباح الخير عليكم جميعا. اهلا بيك. خليني اقول لك، يعني في بلاد زي روسيا وشرق اوروبا بترسخ هذه الثقافه في المدارس ان تتعلم الشطرنج من نعومه الاظافر، موضوع مش هوايه تلعبها وما تلعبهاش، لا دي بتبقى احد المناهج، ودي خلتهم متفوقين جدا في الخوارزميات وفي البروجرامنج وفي تطوير كل الحاجات، وبشوفنا منهم نماذج عظيمه جدا في الامن الالكتروني بالذات. احنا بنعمل ده ليه؟ يعني ليه محافظه الغربيه بتخش تدشن بطوله في الشطرنج وبتخش توصل لطلاب المدارس؟ ايه هو الهدف؟ ايه هي الرسائل اللي بتستهدفها هذه البطوله؟ تمام يا فندم، احنا حلمنا كوزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري للشطرنج ان فعلا حلمنا في يوم من الايام نقول للطلبه هيا بنا الى حصه دراسه الشطرنج. في 80 دوله على مستوى العالم زي ما حضرتك تفضلت وقلت دخلوا يعني رياضه الشطرنج كماده اساسيه في التعليم، وفعلا اثبتت التجارب العلميه ان تعليم الشطرنج بيعمل على زياده تحصيل الدراسي بمعدل يفوق ال 30% ويعمل على قدرات الاستيعاب وخاصه في المواد العلميه والحسابيه. ثانيا برضو بيعمل على تنميه القدرات الذهنيه اللي منها سرعه الادراك والقدره على التفكير والابداع والذكاء العام. ثالثا احنا البطولات دي بنعملها علشان اكتشاف وصقل وتدريب المواهب الرياضيه وتنميتهم بالشكل اللي يصبح منهم ناس عندها تفكير منطقي في حياتهم، لان اللعبه فعلا زي حضرتك قلت وتفضلت انها لعبه ذهنيه. حقيقي. طيب لو احنا بنتكلم عن اعمار الطلاب المشاركين في البطوله، هل في حد ادنى او حد اقصى للاعمار ليهم انهم يشتركوا يعني في البطوله؟ البطوله يا فندم كانت بتخاطب مرحله الابتدائي والاعدادي والثانوي. يعني حضرتك عندنا من حوالي يعني 6 سنوات، وكان عندنا الناس من حوالي 5 سنوات بدا اللعبه فعلا ممارستها، بيبدا من حوالي 5 ل6 سنوات. احنا ما شاء الله شايفين الاقبال على الشاشه دلوقتي، يعني طلبه كتيره قوي بيشاركوا. فندم فعلا عملنا مجهود كبير جدا عشان التصفيات الاوليه. احنا عندنا 2300 مدرسه على مستوى محافظه الغربيه فقط، عشان نوصل اللي احنا نصفي نوصل بال 120 لاعب على مستوى 10 ادارات، مجهود شهور. والحمد لله يعني الفرحه اللي كانت عند الاولاد اللي احنا بنفتح لهم قنوات للعب وممارسه اللعبه بشكل عملي وبشكل منظم. انا مش عاوز اقول لحضرتك فرحتي امبارح، يعني تعبت جدا يعني في اخر اليوم، ولكن فرحه اولياء الامور وشكرهم لينا ودعمهم لينا اللي احنا بنوفر لهم قنوات للتدريب بالشكل ده في ابنائهم، وهم بيلاحظوا تطور ابنائهم نتيجه لعبه وممارسه هذه اللعبه الذهنيه لما لها اثر على تفكيرهم الذاتي وتخطيطهم الاستراتيجي في حياتهم العمليه والدراسيه. يعني الواحد بيبقى سعيد جدا جدا من النتائج دي، ويا رب في يوم من الايام يكون عندنا حصه للشطرنج. صحيح. ونحن اتفضل يا فندم. يا رب. صحيح. طيب هو السؤال الاهم برضو، احنا هنعمل ايه مع الطلاب الفائزين؟ هل مش مفروض ان احنا هم الابرز ان احنا ندخلهم في كورسات متعلقه بالبرمجه بالخوارزميات الرقميه؟ لان هم اكتر ناس عارف، فهمني مش محتاج اتكلم، ما شاء الله يعني اكيد عندنا نماذج كويس. فعلا حضرتك كلام حضرتك فعلا فعلا المفروض دي بدايه مش نهايه. فلابد حضرتك من توفر اكاديميات، حتى احنا مستعدين كوزاره الشباب والرياضه او اتحاد مصر للشطرنج ان احنا ندرب ونثقل خبرات هذه الناشئين الصاعدين بقوه ان شاء الله، يعني يمثلوا مصر في المحافل الدوليه. لو تم اتاحه فتح اكاديميات حتى في المدارس، انا بكلم حضرتك يعني بصفه الاتحاد المصري للشطرنج، بنوفر كل الدعم من مدربين معتمدين ذو خبره في المجال. ومصر ما شاء الله احنا في الغربيه هنا عندنا مو صلاح الشطرنج باسم امين من ال 35 على العالم، احسن لاعب 35 على العالم حاليا، وهو بيمثل منتخب مصر يعني. فاحنا مستعدين كل الدعم يعني بدون مقابل بدون اي شيء،
اللي احنا ندرب ونسقل هذه المواهب محتاج ايه البعض. طيب محتاج ايه واحنا نناشد عبر برنامج صباح الخير يا مصر؟ اماكن فقط اماكن بدل ثقافه الناس ان الشطرنج لعبه مقاهي. انا عاوزين نغير المفهوم ده اطلاقا. عاوزين ندخله المدارس، الانديه، المراكز، الشباب، والكلام ده كله هيتم لان لعبه الشطرنج يا فندم يعني ادواتها بسيطه جدا. اخي انت تخيل ان تكلفه الشطرنج اللي احنا وزعناه 125 جنيه لا تمثل اقل من قيمه وجبه. فيعني ادوات لعب الشطرنج بسيطه. طيب ازاي الطلبه يقدروا ان هم يتواصلوا ويشاركوا مع اللجنه المنظمه للبطوله؟ هل في اوراق مطلوبه؟ يا فندم احنا كمنطقه العربيه للشطرنج نستقبل اي حد في اي وقت. وعندنا صفحه وبنعلن عن كل البطولات اول باول عندنا. صفحتكم ايه يا فندم؟ منطقه الغربيه للشطرنج. هل هم يقدروا من خلالها يتواصلوا معاكم ان هم يشاركوا؟ يا فندم على طول بيتم، دي مش اول بطوله يعني عامه، لكن ده اول بطوله مدارس نعملها. صحيح. متاح يا فندم في اي وقت، وانا متواصل مع وكيل وزاره التربيه والتعليم وكل المهتمين في صحيح. مصر عامه وخاصه محافظه الغربيه تحت امره. احنا هنتكلم معاهم فتح اكاديميه مجانا للطلبه في الغربيه ان شاء الله. صحيح. يعني في المدارس يعني نتمنى كل التوفيق لحضراتكم ولمحافظه الغربيه وللشطرنج الرياضه الذهنيه الاهم في العالم على الاطلاق. بنشكرك محمد خلاف رئيس منطقه الغربيه للشطرنج. وخلينا نتحول سريعا لزميلتنا هالة الحملاوي وبصحبتها موجز أنباء الثامنة. شكرا مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته نيكوس أنستاسيادس. خلال الاتصال أعرب الرئيس السيسي عن التقدير والشكر للرئيس القبرصي المنتهي ولايته على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب، معربا له عن أطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق. من جانبه أعرب أنستاسيادس عن امتنانه الكبير للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة، مثمنا الإسهامات المقدرة للرئيس السيسي في إرساء دعائم التعاون المثمر بين البلدين على مدار السنوات الماضية، ومؤكدا التزام بلاده الراسخ بالاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين تحت قيادة الرئيس المنتخب نيكوس خريستوديليدس. تتواصل أعمال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد بحضور رؤساء البرلمانات العربية. ويأتي المؤتمر المنعقد في بغداد يومي 25 و26 من شهر فبراير الجاري تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته. أكد وزير الخارجية سامح شكري على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال استقبال شكري وفدا من البرلمان الأوروبي لبحث التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما التعاون البرلماني والاقتصادي والتنموي في مجال الطاقة أيضا. كما تناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والتصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية وجهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد تجاوزت المحنة وهي ماضية بقوة نحو عراق مستقل ومستقر وموحد ومزدهر. وعبر شياع السوداني عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي، مجددا توجه العراق نحو عقد الشراكات التنموية البناءة وطويلة الأمد مع الأشقاء من أجل مواجهة التحديات بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا قوية وتستهدف صناعة الدفاع والقطاع المالي لروسيا، مضيفا أن الدبلوماسيين الأوكرانيين والدولة بأكملها يعملون على تمديد العقوبات العالمية والأوروبية على وجه الخصوص إلى الصناعة النووية الروسية.
وأكد زيلنسكي أن كييف ستواصل العمل على عقوبات ضد الكيانات الروسية وكل من يساعدها. أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية قصفت مجموعتين من الجنود الروس ونظام حرب إلكترونية، وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 4 غارات على مجموعات الأفراد والمعدات العسكرية الروسية، وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مجموعتين من القوى العاملة ومحطة رادار روسية. رفضت وزارة الخارجية الروسية وساطة سويسرا في حل الأزمة الأوكرانية، معتبرة أن سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها أن تكون وسيطا في الأزمة، وذلك بانضمامها إلى العقوبات غير القانونية ضد روسيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن سويسرا لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية. وكان وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس قد أعلن مؤخرا عن استعداد بلاده في أي وقت لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات وحل الأزمة الأوكرانية والإسهام في التسوية. أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش إن بلاده ستتمكن من تعبئة 1.5 مليون مواطن ضمن قوات شعبية تدعم الجيش بمهام الأمن وتعزيز الجبهة الداخلية، وذلك في حال إعلان الطوارئ في البلاد. وقال فولفوفيتش إن قانون القوات الشعبية المقرر تبنيه في بيلاروسيا في المستقبل القريب سيضفي الشرعية على الإمكانيات والرغبة الطوعية للمواطنين للدفاع عن البلاد، ووصف هذا القانون بأنه جاء في الوقت المناسب بناء على الوضع العسكري السياسي المعقد والتحديات والمخاطر الناشئة المحيطة ببيلاروسيا. أكدت إدارة النقل في كاليفورنيا انقطاع الكهرباء عن نحو 85,000 منزل وشركة في منطقة لوس أنجلوس مع استمرار العواصف في ضرب أجزاء من ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى تساقط الثلوج وهطول الأمطار. وأكدت إدارة النقل في كاليفورنيا أن الطريق السريع المؤدي إلى الشمال خارج المدينة ظل مغلقا بسبب الثلوج الكثيفة، بينما تم إغلاق العديد من النقاط الجنوبية الأخرى في الطريق السريع في لوس أنجلوس ومحيطها بسبب الفيضانات. ورياضيا، واصل فريق ليفربول نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة وتعادل مع مضيفه كريستال بالاس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومنح التعادل كل فريق نقطة وحيدة ليرتفع رصيد ليفربول إلى 36 نقطة في المركز السابع، كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من بعد الفاصل. وارد جدا أن أولادنا يتعرضوا لصدمات نفسية ممكن أن هي تكون سبب قوي في أن هم يتأثروا في حياتهم، وده يأثر على مذاكرتهم، احتكاكهم بالآخرين وحاجات تانية كتير. ده اللي هيخلينا النهاردة نتعرف على أنواع هذه الصدمات اللي ممكن أولادنا يتعرضوا ليها. كمان هنعرف إزاي نقدر نعالج هذه الصدمات، إزاي نقدر نعالج أي صدمة نفسية بيتعرض ليها أطفالنا، ايه هو الدور اللي لازم يقوم بيه الاب والام في هذه الحاله، امتى نقدر نروح للطبيب النفسي، امتى نقدر نعالج هذه المشاكل النفسيه في البيت، اهم التمارين النفسيه اللي ممكن نعملها مع اطفالنا ايه. رحبوا معنا بضيفنا الدكتور نور اسامه الاستشاري النفسي وتعديل السلوك، منورنا النهارده في استوديو صباح الخير مصر. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. اهلا وسهلا، صباح الخير. يعني في البدايه دكتور عايزين نعرف من حضرتك ايه هو التفسير او التعريف العلمي لمفهوم الصدمات النفسيه اللي ممكن ولادنا يتعرضوا ليها، وامتى تبقى موضوع كبير او احنا ممكن نكون مكبرينه؟
بشكل مختصر هي أحداث مؤثرة بشكل سلبي على نفسية ابني، سواء كان طفل، سواء كان مراهق، سواء كان شاب. الأحداث السلبية المؤثرة دي بتأثر على المادة الكيميائية بتاعت المخ، فبيبدأ النتيجة بتاعته البيهيفير بتاعه أو سلوكه بيبدأ يختلف. كل ما تأثر على المادة الكيميائية بتاعت المخ بيبدأ يجيله يا هوس اكتئابي بقى، يا اكتئاب، يا مرونة انتحارية، يا نوع من أنواع الفوبيا، بيبدأ الموضوع يتزايد لحد ما تحصل كارثة. طيب ايه الصدمات اللي ممكن تحصل لاولادنا واحنا من غير ما ندرك؟ اول صدمه صدمه الميلاد، فكره اللي هو طالع لسه اصلا عالم جديد بالنسبه لي، بيفتكرها يعني تبقى في مكنونه النفسي. لا، هو الفكره اللي هو فجاه في اصوات عاليه، في ناس ما عرفهاش، دي صدمه، دي مقبوله جدا ودي صدمه صحيه. بس الصدمه الثانيه مهمه جدا، صدمه الفطام اللي دي احنا مش بندركها بشكل كبير. لازم يبقى في تاهيل نفسي لده طبعا، عشان اوقات كتيره جدا بيحدث روابط سلبيه للطفل، اللي هو انا مثلا وانا برضع من ماما عضيت ماما، قرصت مع مات اي موقف، فبتبدا يحس لما ماما بتفطمه ان انا اذيت ماما، وعلشان كده ماما بعدت عني، بقتش ترضعني. فبيفضل البيبي يطلع نشوز دفاعي او اسقاط نفسي، اللي هو يفضل يحط صباعه جوه بقه طول حياته. فده سبب للقصه دي يا دكتور؟ ده نوع. لا، في نوع تاني، الاطفال اللي هم ما عندهم ثقه بنفسهم بشكل كبير، او الشخصيات المتواضعه بتبدا تعمل مؤثر بشكل غير مباشر، اللي هي تحط صباحها جوه بقها كمصدر امان، ككونفرت زون بالنسبه لها، كمنطقه امان. ممكن يكون السبب الاولاني وممكن يكون السبب التاني. صدمه الفطام انا محتاجه جدا ان انا تدريجيا لازم اوقف واحده واحده عشان الطفل ما يحسش ان هو اذى مامته. الصدمة الثالثة مهمة جدا، صدمة المدرسة. فجأة أنا بعرفه على مجتمع، يلا روح الحضانة، يلا روح البريكي. طب ما دي صدمة، لازم أبدأ أهله نفسيا اللي هو يتقبل المدرسة. عشان كده معظم الأطفال بيكرهوا المدرسة، بيكرهوا المدرسين، الكتب، المذاكرة، عشان أنا ما كانش في عنصر تشويق اللي هو يتقبل المدرسة. مثلا أنا مصدر أمانه، ما خدتش بابا ورحنا المدرسة، قعدنا في نفس المكان اللي يقعد فيه، نبدأ نحكي ذكريات جميلة جدا عن المدرسة، وقد ايه المدرسة كانت جميلة. مش لازم تنام بدري عشان بكرة عندك مدرسة، بكرة عندك مدرسة، يلا قوم نام. فدايما بعمل روابط سلبية، فلازم المكان الجديد بالنسبة له أنا كمنطقة أمانه، أنا وبابا لازم نقعد فيه ونشاركه فيه عشان يبدأ يحبه. المذاكرة ممكن ياخدها حتى هو صغير، مش لازم بقى حتى الهومورك بالنسبة له، ممكن بدل من واحد زائد واحد ممكن تفاحة بلس تفاحة إيكوال كذا، نبدأ نحببه في الحاجة. نخش بقى لحاجة مهمة جدا، فكرة الرهاب بقى، يعني التعامل الخاطئ بالعنف بعد رهاب المدرسة بقى. فكرة أنا لازم أحجم ابني، لازم أعدل سلوكه، فلازم أزعقله. فبيحصل لابني المادة البيضاء اللي حوالين المسار العصبي بتاع المخ، بتبدأ المادة البيضاء تتزايد، فيبدأ زي كل الأعراض اللي بتحصل للطفل اللي بيتعرض للعنف الأسري هي نفس أعراض المخ اللي بتحصل للعسكري في الحرب. ياه. الرعب والفزع، وبتأثر بعد كده على نفسيته، وممكن توصل لميول انتحارية. فعلا؟ طبعا، ده احنا عندنا أمثلة، يعني في واحد اسمه جيمس، ده كان من الشخصيات اللي مشهورة جدا، كان مجرم، قتل الأول هو عذب 11 طفل بالسكينة، بعد كده قتلهم. ده عشان كان بيتعرض لعنف شديد جدا في البيت، وكان بيتعرض لتنمر في المدرسة. ففي الآخر طلع نفسه، حصله صدمة. طيب في أنواع تانية، يعني جورج ده كان عنده 11 سنة، من أشهر المجرمين، هو تم الإعدام فيه وعنده 14 سنة. يا نهار أبيض، قتل 20 طفل من كتر التعرض للتنمر في المدرسة. ده في الولايات المتحدة؟ في الولايات المتحدة. من كتر التعرض للتنمر في المدرسة والعنف الأسري، ما احنا عندنا الحب المعتدل. بس يعني في فعلا قوانين في أمريكا بتخلي القاضي يصدر حكم على طفل بالإعدام؟ الكلام ده كان في السبعينات، من أوائل، ما كانش لسه مدركين إن هم أكيد ده مش طبيعي، مفيش طفل هيأذي أو يتمتع في مرحلة تلذذ في العنف
الا لو طيب هو اتعرض لصدمه. طيب خلينا نتكلم اكتر عن يمكن الصدمات اللي يتعرض ليها الاطفال الطبيعيين او الكومن، الحاجات المشتركه اكتر اللي معظم الاطفال ممكن يتعرضوا ليها، وازاي الام ممكن ان هي تتعامل مع هذه الصدمات. يعني لو قلنا النهارده في طفل عنده صدمه معينه، خلينا نقول التنمر في المدرسه، ازاي الام تقدر ان هي تتعامل مع صدمه زي دي في البيت وتقلل من التاثير السلبي منها؟ طيب هو اي صدمه بدايتها بتبقى حدث وبيحصل بعد كده حاجه اسمها تاثير واحتلال مشاعر. طيب الحدث ممكن انا اتعرض تنمر وانت كلنا نتعرض تنمر، فكره الحدث بقى تاثيراته على حسب نوع شخصيتك. فاللي احنا لازم نستثمر فيه في اولادنا او اطفالنا وهم صغيرين ان احنا نعرف ننمي ثقته بنفسه عشان يقدر كده كده هتحصل له مشكله. فكره بقى احتلال المشاعر، في حاجه اسمها جي ال وفي حاجه اسمها FADS، مشاعر الحزن او مشاعر الفرح، ودي اللي بتحكم في الماده الكيميائيه بتاعت المخ. طيب حصل له حدث زي التنمر وهو كان من الشخصيات الخجوله او المتواضعه، في اختيارين، يا اما يجي له نشوز دفاعي واسقاط نفسي، طيب انا هبدا اخد حقي من الشخصيات الاقل مني فيبدا الايذاء، وفي ناس ممكن تاخد بقى الكونفرت زون بتاعتها خلاص انا هبقى سلبي، وده غالبا ما ممكن يتحول الى هوس اكتئاب او اكتئاب وميول انتحاريه. طيب ممكن تظهر ازاي في التعامل مع الاطفال او ايه الحاجات اللي دايما بنلاقيها وارده؟ الرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي ان انا ابني مش عايز يتعرف على حد، فانا شايفاه بيتدلع، انزل التمرين ده هو خايف جدا. طب ايه الاعراض اللي ممكن احس فيها هو فعلا عنده مشكله؟ عرق الشديد، كل ما يلا عشان ننزل نروح مكان فلاني التعرق. ايوه حلو، التعرق الشديد. انت عارف انه فعلا عنده رهاب او هو بيتدلع. طيب عندنا ضربات قلب زياده، ممكن اغماء، ممكن اللي هو يرجع بطنه وجعاه جدا، يفضل يعرق ووشه يحمر بشكل كبير جدا، يبدا التلعثم المؤقت او الدائم في الكلام في التوقيت اللي هو خايف منه، في التبول اللا ارادي المؤقت. ده الحاجات دي بتظهر فتره، لازم اخد بالي ايه الحدث العارض اللي خلى ابني يعمل كده. ده ممكن يحصل في حالات الرهاب الاجتماعي، وانا دايما بدوس عليه بتريق عليه، انت مش راجل، انت المفروض تنشف شويه، وانا متخيله ان ده بيقوي ابني، وانا ما اعرفش ان كل ده بيزيد من الرهاب الاجتماعي واعراضه. فلما يزيد من الرهاب الاجتماعي هو هيأثر على الماده الكيميائيه بتاعه المخ، فابني هيبقى داون اكتر. ففكره بقى ممكن الاقي سمنه مفرطه، ممكن الاقي نحافه شديده، ممكن الاقي بعد كده عدم تقبل المجتمع، وممكن يبدا يؤذي نفسه ويؤذي الاخرين. في رهاب الدم. رهاب الدم ان احنا دايما واحنا صغيرين اروح الدكتور يديك حقنه، واحنا متخيلين ان ده حاجه يعني انا بخوفه، انا برعبه مش بخوفه. لا لا، رهاب الدم ده معروف عند كل الاطفال. خليني ارجع لموضوعنا، ازاي اتعامل مع الطفل العنيف؟ طيب الطفل العنيف هو طفل فيه اكتر من اختيار. هو طفل اتعرض لضرب شحنه كبيره جدا من الضرب، فبيبدا على حسب، لو كان مش شخصيته قويه او الجريئه بيبدا يطلعها على الشخصيات القويه اللي زيه، سواء كان ام او كان اخوات او حد في المدرسه. طيب لو كان من النوع التاني الشخصيات الخجوله او المتواضعه او اللي ما عندهاش ثقه بالنفس، هيبدا يطلعها على الاطفال الاضعف منه. فلازم اشوف هل هو بيكتسب الحاجات اللي فيها ضرب من الحاجات اللي ليها علاقه بالكرتون، سوشيال ميديا، من التلفزيون، من التاب، ده مهم جدا، ولا انا معتاد ان اضربه؟ عشان احنا لازم نبدا يا يمنع ده يا نمنع ده. عشان هو بيوصل له مرحله الدجمه، اقتناعه ان انا كده هيرو، انا كده بطل، ان ببدا اخد حقي من خلال الضرب. او بيلاقي اللي بابا دايما بيضربه او ماما بيضربه، او في عنف اسري اب مع ام. فلازم امنع الموقف العارض ده الرابط السلبي، وابدا اكافئ. لو كنا هاديين انا هجيب لك الشيء الفلاني، كل يوم هديه قصيره المدى واخر اسبوع هديه طويله المدى، ازاي كفو الاول. بس العقاب ما ينفعش يبقى جازم قوي، يعني بقول له دايما البدايل، لما تحس ان انت متعصب او متنرفز في عندك حاجه اسمها كرسي الهدوء، موجود على اوضتك، تقعد تهدى وتعد فيه من 10 صفر او من 20 صفر، تاخد نفس في 4 عدات وتطلعه في 4 عدات. فلو عملت التمارين دي وكنت هادي هتاخد مكافاه. احنا دايما بنعاقب واحنا السبب في المشكله، فاحنا لو احنا منعنا المسبب او المؤثر الاساسي اللي اثر فيه خلاه ياخد شحنه من الضرب، وادينا له بديل
وحطينا مكافأة لو عمل ده الموضوع هيقل تدريجيا. بس التعامل الخاطئ ان انا دايما طب اعنف اكتر وهضرب اكتر، فانا باخد شحنه قويه جدا من الضرب، فبلاقي رد الفعل قد يصل الايذاء. وده حصل قبل كده في بورسعيد، طفل اللي كان بيتضرب من اهله بشكل كبير جدا غصب عنه في لحظه من لحظات 11 سنه اذى مامته بسكينه. يعني الاطفال خليني اقول في السن ده، يمكن لو انا بالذات الثلاث لخمس ست سنين كده، لو انا مسكت الطفل قلت له عد من 20 لصفر هتلاقيه ابتدى ايه يعلي صوته مش عارفه ايه. ازاي الام تتعامل عامه مع الاطفال دي بهدوء، او ازاي الام بقى لو هنتكلم على نفسيتها هي تبقى هاديه مع المواقف دي؟ لانه كتير قوي انت غصب عنك هتفقد اعصابك، يعني لما تلاقي ابنك ابتدى صوته يعلى وهو طفل، يعني دي طريقته في التعبير، هو مش يعني بعض الامهات تقول انت قليل ادب، لا هو مش قليل ادب، هو هي دي طريقته في التعبير عن غضبه او على استيائه من الموقف. فازاي الام هنا تبقى عندها كمان ضبط للنفس بحيث ان هي ما تنقلش لي النيجاتيفيتي او السلبيه اللي جواها؟ طيب حلو قوي السؤال ده، بس هقول لك سؤال، يعني سؤال استكمال لسؤالك عشان هيحل المعادله دي. هل ابني قصد يضايقني؟ هو قصد يغلط؟ اكيد لا. في الاول لا، في الاول عند سنتين بيكون عايز يبقى حب استقلال، زي فكره بدايه المراهقه. انا ليه كيان سنتين ونص بقى امشي لوحدي، ممكن اقول جمله من كلمتين فيبدا يحس بكيان. فيبدا يغلط، الاكشن اللي بعمله بعد الغلطه هو اللي هيحدد ابني بعد كده هيبتزني ويكون قاصد يضايقني ولا لا. يعني كتير جدا الرد احنا ولادنا، هل في اطفال فعلا قصدها تبتز اهاليها؟ في الاول لا، في الاول بيكون بيجرب على استكشاف، فبيشوف هل ده بيجيب نتيجه ولا لا. يعني الابتزاز العاطفي ليه انواع كتيره جدا، يعني مثلا انا دلوقتي وقعت حاجه في الارض، كان في دكتور اسمه راين ماير بيقول ايه، انا والدتي علمتني قبل كده كنت عنده 3 سنين في المطبخ، فوقع ازازه جواها لبن، فمامته سمعت فجت افتكر هتضربه ما ضربتوش، هي علمته بعد كده بعد ما شالت الازاز، علمته ازاي يشيل ازازه فاضيه وازاي يشيل ازازه فاضيه فارغه. ففكره ازاي ده، وقال لك الموقف ده علمني كتير جدا. لو انت جيتي بقى على طفل فاول اكشن يعمله ضربتيه ايذاء بدني او ايذاء نفسي، تاكدي ان هو هيضايق في كل مره عشان هو عارف ايه الشيء اللي بيضايقك، او اللي انت عمل الحركه دي فانت قلت له انت متعاقب بعد اول مره كان عقاب جازم، او قلت له انت وحش مش اللي انت عملته وحش، وما اديتيش بديل. ابني لو كان من الشخصيه دي خجوله هيفتكر ده الحب المشروط، اللي ماما بدات ما تحبنيش عشان خاطر وقعت حاجه، فيبدا يعمل حاجات كتيره جدا غلط كنوع من انواع جذب الانتباه. ولو كان شخصيتك قويه او جريئه هيتعمد يعمل ده عشان يضايقني، عشان انت اذيتيه. فانا لو في المواقف اللي زي دي بعد اول اكشن علمته البديل، ازاي تعمل يعني ازاي تشيل ده او ده، ازاي تعمل ده او ده، بعد كده اديته مكافاه، لو ما عملتش ده تاني هديك مكافاه فلانيه. والعقاب دايما بيكون اوله معنوي، المعنوي انا مش هتكلم معاك يعني طلاب طفل عنده سنتين ونص انا زعلانه منك 10 دقائق فيس كده 100 دقائق مش هتكلم معاك 5 دقائق 10 دقائق وهزود التايم، لا انا بدي عقاب جازم مش هديك، وفي الاخر بتراجع في قراري، الشوكولاته غلط، فببدا ازن واعيط يزهقني بقى، طب خلاص خد شوكولاته. فبعرف ايه نوع انواع الابتزاز اللي ممكن يبتز بيها بابا او ماما. فالفكره كلها النوع التعامل مع كل شخصية بيختلف، بيخلي ابنك يا يبتزك يكون قاصد بعد كده في المستقبل يضايقك، أو هيعدي موضوع من الكرام. ده موضوع مهم جدا، إزاي تتعامل مع الطفل العنيف، إزاي تتعامل مع الطفل الجبان. أعتقد أسئلة كتيرة جدا كانت دايرة في بالنا، ووضحها لنا دكتور نور أسامة استشاري طب نفسي في حوارنا النهاردة معاه، وأكد أن أنت علشان تتعامل مع الطفل لازم يبقى فيه نوع من أنواع العقل الشديد، زي ما بيقولوا كده ايه، تحييد المشاعر التام، عدم الغضب خالص، ان دول اطفال في مراحل سنيه مبكره صعب ان احنا نعاملهم زي ما بنعامل الكبار، وزي ما بنحط الكبار في مسؤوليه كبيره، يعني بنناقشهم الند بالند. ما ينفعش تعامل الطفل الند بالند، واعلم ان اي تاثير بسيط فيه انت بتسيب فيه بصمه ربما تظل يعني ممتدة عبر عشرات السنين طول عمره. حقيقي، وأي صدمات بتبتدي من البيت، يعني حتى لو المدارس يمكن الأطفال بيتنمروا فيها على بعض، لكن سبب التنمر ده بيبتدي أصلا بقى من البيت. فعشان كده كل واحد فينا عليه مسؤولية كبيرة قوي أنه يطلع شخصيات سوية. كل الشكر ليك الدكتور نور أسامة الاستشاري النفسي وتعديل السلوك، شكرا ليك على وجودك معنا يا فندم. بشكركم، ربنا يخليك. شكرا جزيلا يا فندم.
مشاهدينا الكرام خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير يا مصر. السلام عليكم مرة تانية. وإيه هو الفيلم اللي اتفرجت عليه وكان نفسك يبقى ليه جزء تاني؟ ده سؤالنا النهاردة اللي موجود على صفحتنا على موقع فيسبوك صفحة البرنامج، فيها تفاعل كبير جدا من حضراتكم، فيها تنوع وتلون كبير جدا في عرض الأفلام، ودي ربما أكبر يعني رسالة مهمة محتاجين نسمعها منكم. سفاجة بارديني بيقول صباح الخير عليكم جميعا، أنا أحمد من البحر الأحمر. الفيلم اللي بحبه ونفسي يبقى ليه جزء تاني هو فيلم جزيرة الشيطان للفنان الكبير عادل إمام ويسرى، وقتها كان الفيلم ده مكسر الدنيا، وطبعا كانت سينا ما كناش شايفينها كويس. أنا مش عارفة لو الرواية دي رواية مشهورة ولا لأ، لأن أنا شفت تقريبا فيلم مشابه ليه جدا كان برادلي كوبر هو اللي مثله تقريبا، يعني بنتمنى نلاقي ليه جزء تاني اكيد. طه عمر من دبي بيرسل لينا ارق التحيه لاسره برنامج صباح الخير يا مصر ولاهل اسيوط. اما الفيلم المؤثر واللي يتمنى يبقى ليه جزء تاني لاننا في امس الحاجه لبر الوالدين، هو فيلم عفوا وبالوالدين احسانا بنسخه تواكب العصر. صحيح صحيح، شكرا ليك يا استاذ طه. توب فان لصفحتنا نبيل عبد الخالق، صباح الخير لأجمل برنامج، أنا من هواة الأفلام الكوميدية وبحب فيلم الناظر زيك أهو. كنت أتمنى أن يكون لي أجزاء مش جزء واحد، وبحب أعمال المرحوم علاء ولي الدين اللي قالته فسنت صح، محتاجين أجزاء تانية من فيلم الناظر، أو زي ما بيقولوا كده إيه نستقي يعني الفكرة ونطبقها في أكثر من شكل. أستاذة المثابرة عبير الفالح بتقول الإرهاب والكباب الغول جعلتني مجرما، الرصاصة لا تزال في جيبي، جاوبت كذا إجابة. أسفة أرفض الطلاق أريد حلا، ليلة القبض على فاطمة، أفواه وأرانب، الناصر صلاح الدين، حاجات كثيرة قوي هي طلبات. بحييكي يا أستاذة عبير، بحييكي طبعا، ويا سلام طيور الظلام طبعا من الأفلام الجميلة، وليلة القبض على فاطمة كلها أفلام جميلة طبعا. طيب حجاج عبد الرحيم صباح الخير عليكم، بتكلم من هنا، أحسن الأفلام هي أفلام الأبيض والأسود زي رصيف نمرة 5، جعلوني مجرما، الفتوة، وكنت أتمنى أن كل دي يبقى ليها أجزاء تانية في السينما. أستاذ شريف الشريف بيقول فيلم الحفيد كان فيه تلقائية في الأداء وبساطة، وبحس أنه حاجة شبهنا من أحلى الأفلام طبعا اللي اتعملت في هو فيلم مصري فعلا يعني صحيح. انت شايف العيله المصريه كلها من البنت الكبيره للاطفال الصغيرين يعني صحيح. دنيا محمد صباح الخير عليكم، فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، اعتقد ان في تجهيز لجزء تاني للفيلم ده، ببشرك يعني الفيلم ده عمل طفره في معايير السينما المصريه وقتها، ونقل جيل الشباب اللي كان مظلوم، هنيدي طلع شباب كتير جدا من بعده وقدر ان هو يكسر هذا الحاجز، ومازال كل جيل الشباب السينمائي بيدين للفضل محمد هنيدي بهذا الفيلم الرائع. اعتقد ان في جزء تاني اكيد يعني. على كل حال ده سؤالنا اللي موجود على فيسبوك، لسه مستمرين في استعراض اجابات حضراتكم، لكن خلونا دلوقتي نروح لهاله عشان نعرف منها اخبار الرياضه. اتفضلي هاله. شكرا فسنت، بنصبح على حضراتكم مره ثانيه واهلا بيكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اجمل بدايه الباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. الدربي يبدأ مبكرا. تسديدة
ونبدأ نشاطنا الرياضية من بطولة الأمم الإفريقية للشباب واللي حقق منتخب السنغال فيها الفوز على منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الأمم الإفريقية. ومن بطولة أفريقيا للشباب هنروح لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا واللي تعادل فيها فريق الزمالك مع سان داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. عبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن حزنه بعد تعادل فريقه مع سان داونز في دوري أبطال أفريقيا، وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: حزين جدا على نتيجة مباراة سان داونز، أهدرنا فرص كتيرة وتأخرنا في النتيجة وقدرنا بقوة الشخصية العودة والتقدم، ولكن تلقينا هدف بدون أي داعي. فريق الترجي التونسي حقق الفوز على فريق نادي الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد حماد العقربي في رادس في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ومن ناحية تانية شدد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز على أهمية مواجهة إسكوكارا التوجولي لأنها المباراة اللي هتحدد شكل المجموعة. أكد باتشيكو ضرورة تحقيق الفوز في مباريات القاهرة من أجل التقدم في المجموعة في ظل المنافسة القوية على بطاقة التأهل مع فيوتشر والجيش الملكي المغربي. ونروح لمباريات أو الدوريات الأوروبية ونبدأ بمباريات الدوري الإنجليزي. حقق فريق أرسنال الفوز على فريق لستر سيتي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب كينج باور ضمن مباريات الجولة 25 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. كمان حقق فريق مانشستر سيتي فوز كبير على بورنموث بنتيجة 4-1 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وكمان حسم التعادل السلبي أحداث مباراة كريستال بالاس وليفربول خلال المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن مباريات الجولة 25 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي الدوري الألماني حقق فريق فولسبرغ الألماني المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش الفوز على كولن بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت امبارح ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري الألماني بوندسليغا. وشارك مرموش في المباراة مع فولسبرغ في بداية الشوط الثاني بعد دخوله كبديل. حقق فريق إسبانيول فوز مستحق على فريق ريال مايوركا بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي جمعت الفرقتين امبارح في انطلاق الجولة 23 من بطولة الدوري الأسباني لاليغا. التعادل الإيجابي 1-1 حسب مواجهة فريق ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد إلى التغلب أو اللعب اللي اتلعب على ملعب سانتياغو برنابو ضمن مباريات الجولة 23 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز. وحقق فريق نابولي الفوز على إمبولي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023. خلصت نشرتنا الرياضية وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع مصطفى وبسنت. شكرا لك يا هلا. بالفعل زي ما قالت هلا ربما يعني ايه شفنا نتائج ربما ما كانتش ترضينا على الساحه الافريقيه سواء للقلعه البيضاء او للقلعه الحمراء. امبارح كان في 3 ماتشات افريقيه زي ما قلت نتائجهم كانت مخيبه للامال سواء على صعيد الانديه او لمنتخب الشباب. الاهلي ربما تعادل مع سان داونز الجنوب افريقي بهدفين في مباراه كانت في المتناول ان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز بها. اما الزمالك فقد خسر بهدفين في نفس البطوله امام فريق الترجي التونسي.
كمان يعني للأسف منتخب مصر للشباب امبارح خسر برباعية أمام السنغال. خلونا نتكلم أكتر عن هذه المباريات مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الأستاذ جمال محمد جمال الناقد الرياضي. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذ محمد، وربما شفت إزاي مباراة النادي الأهلي، إيه هي الفرص اللي ضيعها؟ هل بالفعل كان الفوز في المتناول؟ أكيد الفوز كان في المتناول. النادي الأهلي امبارح ضيع هجمات كتير جدا، منهم ركلة جزاء سددها محمد هاني بغرابه، يعني المفروض ده كان قرار من مارسيل كولر المدير الفني. ما ينفعش ان ثلاث لعيبه يمسكوا الكوره وما تبقاش عارف مين اللي هيسدد، لان دي مباراه مهمه جدا وثلاث نقاط فيها كان مهمين جدا للنادي الاهلي، انها مباراه على ارضك. فبشوف النادي الاهلي اكيد خسر نقطتين بالامس امام صن داونز. انت عندك مجموعه صعبه جدا فيها صن داونز والهلال والقطن الكاميروني، يمكن الهلال السوداني بقى منافس قوي في المجموعه بعد فوزه في مباراه النادي الاهلي ومباراه القطن الاخيره. لسه في مباراه يعني مؤجله للنادي الاهلي قدام القطن بسبب طبعا المشاركه في كاس العالم للانديه، فالنادي الاهلي اصبح الان يعني ليس له بديل طبعا للفوز غير على القطن في المباراتين عشان يوصل لست نقاط. يبقى عندك انت نقطه سبعه انك تحاول انك تتعادل مع صن داونز بره مع فوزك على الهلال هنا عشان الهلال يبقى عنده فرصه للصعود، ولكن يظل النادي الاهلي اكيد عنده فرصه. لكن امبارح كان في امر غريب جدا. هل هم مرهقين ولا عندهم احباط من يمكن كاس العالم للانديه؟ يعني هل هم عفوا تعبانين من المباريات اللي كانت قويه جدا وكان في تركيز في الملعب؟ يعني امبارح شايفين هدف زي ما كولر قال بدون داعي، يعني ما كانش ليه لازمه تماما امبارح. فهل اللي كان موجود امبارح كان قله تركيز ولا ايه؟ لا هو كان قله تركيز بالفعل، كانت اخطاء دفاعيه كبيره جدا. يمكن الاهلي بقى له فتره من مباراه كاس العالم للانديه وعنده مشكله في خط الدفاع في حته طبعا الغلطات اللي بشكل كبير جدا، ركلات الجزاء اللي بتضيع من النادي الاهلي بشكل غريب قدام فلامينجو ضيع علي معلول، قدام صن داونز ضيع محمد هاني. قصه ان انت بتضيع هجمات بشكل كبير جدا وبتتلقى اهداف كمان بشكل مبالغ فيه من النادي الاهلي، اعتقد ده يعني امر يمكن مش هو الافضل بالنسبه للاهلي وبالنسبه للفريق عايز يحقق دوري ابطال افريقيا. المفروض دايما كل مباراتك على ارضك تكون محافظ على شباكك نظيفه. امبارح في الهدف الاولاني غلطه من علي معلول مش لاحق الكوره هدف، ثم في الكوره الثانيه اللعيب جوه منطقه الجزاء بيرقص براحته بيقدر ان هو يسدد كمان في مرمى الشناوي، الشناوي كمان شال من مرماه اكثر من كوره كانت خطيره جدا. على الناحيه الثانيه الاهلي ضغط بكل قوه حسين الشحات، يمكن الاهلي بيفتقد راس الحربه التارجت اللي في الملعب، المهاجم اللي يقدر ان هو يستلم الكوره، المهاجم اللي يقدر يحرك اللعب بشكل سريع جدا. يمكن النادي الاهلي كان محتاج مهاجم في الشتاء اللي فات بكل صراحه، ولكن طبعا يمكن الاهلي اجل الموضوع للصيف بسبب طبعا المغالاه الماليه لمليكا وعدد من اللاعبين ما قدرش ان هو يجيب مهاجم، ولكن النادي الاهلي كل مباراه بيثبت قد ايه ان هو محتاج مهاجم. انا من وجهه نظري محمد شريف وشادي حسين لم يثبتوا طبعا تواجدهم، خدوا فرص بالذات محمد شريف خد فرص كتير جدا ولكن لم يثبت تواجده مع النادي الاهلي. يمكن اللي قدر يرجع نفسه من جديد للمستوى الجيد هو حسين الشحات، حسين الشحات بقى بيظهر بشكل محترم جدا امبارح، كان خلاص كان قاب قوسين ادنى ان هو يكون هدف الفوز للنادي الاهلي واحتفاله مع الجماهير، ولكن طبعا صن داونز في الدقيقه 80 قدرت انها تسجل هدف التعادل. يمكن مجموعه صعبه، مجموعه قويه جدا النادي الاهلي. صن داونز فريق بيلعب كوره كويس قوي، فريق اللي يقدر يلعب بره ارضه بالشكل دوت والتمريرات السريعه واللعب المباشر على المرمى واللي هو يفتح اللعبه بس بشكل منظم، اعتقد فريق مميز طول عمره فريق صن داونز، وقدر ان هو يحرج النادي الاهلي امبارح. ولكن يمكن كانت في ايدين النادي الاهلي، ده اللي مزعل مارسيل كولر حتى في المؤتمر الصحفي، انها كانت في ايدين الفريق، في ايدين ان هو يسجل اللي هو هدف بدون داعي. ولكن اعتقد ان هو عليه ان هو يشتغل على حاجتين دلوقتي، حته انهاء الهجمات بشكل سريع اكتر من كده وعدم ادار الفرص، حته الاخطاء الدفاعيه اللي بقت مبالغ فيها جدا في بالذات الماتشات الافريقيه. بالنسبه لخط الدفاع محتاج ان هو يركز فيها بشكل اكبر عشان يقدر ان هو يعدي دور المجموعات. طب في ناس بتقول ان كولر عمل كل حاجه، يعني عمل تغييرات وعمل اشياء كتير لكن الاخطاء الدفاعيه اثرت سلبا. على من تلقي باللوم حقيقه؟ على كولر كمدير فني ولا على اللاعبين اللي ما يعني ما نفذوش يعني اوامر كولر او توجيهاته ولا على الظروف؟ بص انا ما اقدرش الوم الاثنين لان هي اخطاء يعني مركبه، لو تيجي تبص فيها هو كولر وصلك للمرمى، وصلك لاكثر من مره، قدر ان هو بطريقته ان هو فعلا يدرس صن داونز بشكل كويس، قدر يضغط عليهم بشكل كويس. اللعيب واللعيبه بتفتقد بعض التركيز بعض الشيء، ولكن لو هم ماشيين بالمستوى ده، وده لما نرجع مثلا للنادي الزمالك، هل هم ماشيين بنفس المستوى ده في كل البطولات وعلى كل المباريات؟ لا، هو ممكن تيجي مباراه تلاقي فيه تركيز، ماتش تاني تلاقيه كويس جدا، ماتش بعديه كويس جدا، بعد كده بتنزل تاني. اعتقد هي بتبقى حاله ماتش، يعني
حاله بالنسبه للماتش، مش حاله عامه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي وبالنسبه لمارسيل كولر. يمكن الماتش اللي فات في الدوري اسوان الاهلي كسبان 3-0، عرض مثالي للنادي الاهلي قبل مباراه صن داونز. امبارح كان الاهلي اقرب ان هو يفوز بشكل كويس جدا، ولكن القصه بتاعت الاخطاء برضو بشوف على كولر شويه حته البدايه. يعني انا بشوف ان كان في التشكيل لابد من الدفع بحمدي فتحي بالبدايه، مش هتدفع بحمدي فتحي. كنت اظن ان القندوسي لابد ان هو يكون له دور في المباراه. القندوسي انت لعيب مشتري صفقه من وفاق ستيف الجزائري، لعيب بيلعب لعبه مباشره على المرمى، كنت اشوف ان هو محتاج ان هو يشارك بشكل اساسي مع النادي الاهلي، محتاج ياخد. عجبني جدا مروان عطيه لعب وسط الملعب الجديد، عجبني جدا حسين الشحات. مع مستوى اليو ديانج اللي ما كانش احسن حاجه امبارح. بصي ديانج من قبل كاس العالم للانديه وهو مش في حالته تماما. حتى في كاس العالم للانديه شفنا خطا قدام ريال مدريد، شفنا خطا قدام فلامينجو البرازيلي، انهى المباراه تماما. خطا حتى امبارح في التمركزات بشكل كبير جدا من ديانج. ديانج بقى بيفكر كتير جدا وهي الكره تحت رجله، عكس ديانج اللي هو المواسم اللي فاتت مع النادي الاهلي من 2019 لعيب مميز جدا ولعيب عالي جدا. مش عارف هو بقاله فتره كده، بقاله بتاع شهرين اعتقد، محتاج ممكن يعني يحس بالمنافسه اكتر، محتاج انه يدخل حمدي فتحي مروان القندوسي بجانب عوده عمرو السوليه من جديد. بشوف النادي الاهلي محظوظ بوسط الملعب اللي عنده. محمد خليني ارجع لنقطه مهمه قوي انت اتكلمت فيها من شويه وهي محمد هاني. يعني انت قلت انه ضربه الجزاء كانت يعني الشوطه غريبه شويه، ليه اصلا تم اختيار محمد هاني ومعروف انه علي معلول هو الاختيار الاول دايما في هذه الركلات؟ بصي كولر طبعا طلع عليك، طبعا موجود محمد عبد المنعم بالظبط. كولر طبعا طلع امبارح وقال لك ان هو كان موجود من ضمن الثلاثه اللي بيتم اختياره قبل كل مباراه عشان يسددوا لو في ركله جزاء، وان هاني متالق في التدريبات وبيسجل ركله الجزاء. ولكن انا بشوف ان هاني من اللعيبه اللي ما بتشوطش ضربات جزاء مع النادي الاهلي بقى لها سنوات، يعني يمكن ما شاطش غير في ضربات ترجيحيه طبيعي جدا اللعيبه كلها تشارك فيها وتسجل فيها. امبارح يعني اللي شفته واللي علمته طبعا ان علي معلول رفض ان هو يسدد ضربه الجزاء، مش عشان حاجه، هو شايف ان هو مش جاهز 100% ان هو كمان يدخل على ضربه الجزاء. شفناه في ماتش فلامينجو ما كانش جاهز كده في بدايه المباراه ودخل ضيع. فدايما في لعيبه تقول لك ايه، طالما انا في الترتيب اصلا معايا اتنين تانيين فخلاص انا بشيل حرج من على نفسي وما ادخلش فيها يعني. فانت بتتكلمي بقى في اتنين تانيين، اعتقد انه كان محمد هاني، محمد عبد المنعم، او حسين الشحات. حسين الشحات مسك الكوره امبارح، قفشه مسك الكوره امبارح، ولكن هاني لما مسك الكوره كان اختيار كولر، خلاص هاني هو اللي سدد. فهاني طبعا دخل ما وفقش فيها، لكن انا مش بلومه ان هو ما وفقش فيها، انا بلومه ان هو التسديده ضعيفه جدا، التسديده وحشه جدا. يعني التسديده لو بقوه في اي حته في المرمى هتدخل، ولكن حته ضياع ضربات الجزاء بشكل مبالغ فيه للنادي الاهلي بتاثر عليكي، بتاثر على النتيجه، بتضيع منك اكيد نقاط بشكل كبير جدا. هدف زي ده امبارح مع هدف حسين الشحات كنت خلصت المباراه 3-1، كان الموضوع يختلف معاكي اختلاف تام. ماتش فلامينجو علي معلول لو كان سجل الجول كان بقى 2-0 والاهلي حصل برونزيه المونديال. فدايما اخطاء بسيطه جدا 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 هي اللي بتؤدي لده. طب اصابه محمود متولي وخروجه واستبداله بياسر ابراهيم؟ بص محمود باللعيبه كويسه جدا، لكن انا بشوف ان خط دفاع النادي الاهلي كويس. يعني عندك عبد المنعم، عندك ياسر، عندك حتى عندك محمود متولي طبعا، عندك حتى بره خالص بالنسبه لك يعني بره حساباته شويه هتلاقي رامي ربيعه. لا يعني خط دفاع النادي الاهلي كويس، كمان عنده بيلعب في الحته دي محمد هاني بيلعبها، خالد عبد الفتاح بيلعبها. لا يعني عنده بدائل كتير جدا بالنسبه لكولر، مش هتاثر عليه سواء في مباراه الداخليه القادمه في الدوري او حتى مباراه طبعا القطن الكاميروني في دوري الابطال. طيب يعني انت قلت دلوقتي انه ماشي يمكن موقف الاهلي متأزم لكن مش بشكل كبير بعد التعادل امبارح، هل محتاجين نركز اكتر، نعمل مجهود اكبر، محتاجين ايه؟ الاهلي محتاج ايه عشان يطلع دور تاني؟ بص الاهلي محتاج ما يفرطش في اي نقطه يعني بره داخل ارضه سواء ماتش القطن او ماتش الهلال. فانت بتتكلمي في ست نقاط مع نقطه يعني 7 نقاط. محتاج على الاقل فوز خارج ارضك على صن داونز او الهلال او القطن الكاميروني. فاكيد الاقرب هو القطن، يعني لابد ان انت تكسب القطن. طب الهلال كسب القطن في القطن، فانت محتاج انك تكسبها على الاقل توصلي ل 10 نقاط او 11 نقطه بتعادل امام صن داونز، هتوصلي بشكل مرتاح جدا للدور القادم. هي حسبه دايما، وممكن نتائج الغير تخدمك، ممكن نتائج ما بين الهلال والقطن تخدمك، ما بين الهلال وصن داونز، ما بين صن داونز والقطن، حاجات كتير جدا. ولكن على النادي الاهلي ان هو يبص في نفسه بس ان هو لسه عنده عدد ماتشات كبير جدا يصل لاربع مباريات يعني ب 12 نقطه وهو معاه نقطه، يعني هو لو قدر يكسبه يوصل ل 13 نقطه يوصل كاول حتى او بشكل كويس جدا. فالنادي الاهلي محتاج بالفعل ان هو يركز في كل ماتشاته تحديدا اللي داخل ارضك، 6 نقاط مهمين جدا ما ينفعش ان انت تخسري فيهم اي نقاط، لاني اعتقد اي خساره نقاط في السته اللي عندك في مصر اعتقد يبقى الموضوع صعب جدا في التأهل. من القلعه الحمراء نروح للقلعه البيضاء، ايضا يعني لقاء ربما الناس كتير جدا ما عولتش على فوز الزمالك، يعني بس فوق يعني ان انه يهزم بهذه النتيجه 2-0 امام الترجي التونسي، اعتقد ان كان في نتائج ممكن تبقى بشكل افضل. برايك ابرز الحاجات اللي ادت لهذا الامر؟
بص، هي فتره للنسيان بالنسبه لعيبه نادي الزمالك وبالنسبه لنادي الزمالك، الفريق كله يعني بره الخدمه تماما، بالنسبه للجهاز الفني بره الخدمه تماما، مفيش تحضير تماما، ما بتحسش دايما ان الزمالك قادر ان هو يكسب عكس الاول، يعني عكس جوزفالدو فيريرا الاول كنت دايما بتحس ان نادي الزمالك فترة نازل فعلا يعني فايق الزمالك، بطل الدوري مرتين على بعض ورا بعض، بطل الكاس، بيوصل في افريقيا لادوار متقدمه جدا، بيقدر ان هو يظهر بشكل كويس، ولكن بقاله فتره كبيره جدا الزمالك بعيد تماما عن الفتره، حتى اللعيبه ما بتقعدش مع بعض، بحس ان اللعيبه بعيد جدا عن بعض، وبحس جدا ان اللعيبه مستسلمه بشكل كبير، وده غلط على نادي الزمالك. الزمالك دايما منافس قوي في دوري الابطال، انت بتتكلم في مباراه شباب بلوزداد الجزائري، الشباب بلوزداد اللي خسر من الترجي وخسر من المريخ السوداني، غلبك على ارضك 1-0، وده كانت نتيجه هي اللي هتؤدي لنادي الزمالك لو خرج من دور المجموعات، هي النتيجه دي اللي هتؤدي لخروجه. بعد كده بتتعادل قدام المريخ السوداني في المريخ، بعد كده بتخسر من الترجي التونسي 2-0، انت بتتكلم في 3 ماتشات عندك نقطه وحيده، بتتكلم انك لسه عندك 3 ماتشات منهم الترجي في مصر، الترجي مش هيكون فريق سهل في مصر، فريق دايما منافس على دوري الابطال، بتتكلم على شباب بلوزداد في الجزائر ودايما ممكن تكون مباراه تاهل، بتتكلم على المريخ السوداني في القاهره ودايما من الفرق اللي هتقدر تلعب عليك بشكل كويس، يعني 9 نقاط. امبارح جوزفالدو فيريرا بيقول في المؤتمر الصحفي انا لسه عندي 9 نقاط، لا هو انت عندك 9 نقاط وعندك نقطه 10 بس، انت 9 نقاط منهم مباراه في الجزائر، يعني انت بتتكلم على برضو حاجه مش مضمونه تماما. انا ما اقدرش اقول النادي الاهلي مثلا عنده 4 ماتشات لازم يكسب ماتش سان داونز اللي في جنوب افريقيا، لا برضو ماتش مش محسوم، فريق على ارضه فريق قوي، فانت هتبقى عندك مشكله كبيره جدا بتواجهك. نادي الزمالك لعبته بتحس ان هي واقفه غلط في الملعب بصراحه، بعض الصفقات الجديده اللي جت في الصيف اللي فات لعيبه، هل دي مشكله مدير فني في المقام الاول؟ طبعا مشكله مدير فني. بص اقول لك على حاجه، مهما حصل مدير الفني بيتحمل دايما مسؤوليه حاله اللعيبه اللي قدامك، حاله اللعيبه زي ما قلنا في الاهلي ممكن ماتش ماتشين ثلاثه تدخلي في فتره كده 4-5 ماتشات، لكن نادي الزمالك بقى له موسم كامل بره الخدمه، ده موضوع صعب جدا. هقول لك في تغييرات اكيد، وكانت الاداره غيرت فيريرا وجابت اسامه نبيه بعد كده فيريرا تاني، كل الكلام ده تمام، بس هل فيريرا او اسامه نبيه اصلا بعيدا عن لعيبه نادي الزمالك؟ لا مش بعيدا، هما الاثنين اللي كانوا شغالين مع بعض بقالهم سنتين، طبيعي جدا واحد مشي وواحد قعد، عادي انت برده كلاعب عارف ان ده المدير الفني بتاعك، مش حد جه جديد غير عليك كل سياساتك، غير عليك كل طريقتك، لا دي ناس موجوده اصلا من الاساس عامله بالظبط زي ما يبقى مديرك كده والنائب بتاعه مثلا مسك شويه بعد كده المدير، هي لكن لعيبه نادي الزمالك بعيد تماما عن الفورمه. بعض اللاعبين اللي كانت دايما مستوى كويس جدا زي زيزو زي سيف الدين الجزيري اصبحوا خارج الخدمه تماما عن نادي الزمالك. بعض الصفقات الجديده اللي جت في الصيف اعتقد ان هي ما افادتش نادي الزمالك بشكل كبير، على الرغم ان هم جم بارقام عاليه جدا، جم بصفقات كويسه جدا، ولكن ما قدموش اي اضافه لنادي الزمالك. كنت بشوف ان الزمالك محتاج ان هو يبقى على لاعبي الشباب اللي كانوا السنه اللي فاتت ظهروا بشكل كويس مع بعض التدعيمات البسيطه. امبارح شفنا اول مره يظهر ناصر منسي واحمد بالحاج لعيبه الصفقات اللي كانت في يناير، اتوقع ان هو ممكن في ماتشات الدوري يبقوا افضل من كده. نادي الزمالك اظن محتاج لعيبه وسط ملعب بشكل كبير جدا، محتاج لعيب مهاجم مكان يمكن سيف الجزيري او يقدر يهاجم، فرق قوي كده مع الزمالك جدا يعني. امام بصي، امام كان ترمومتر في اداء وسط ملعب نادي الزمالك، كان لعيب دايما بسبب خطوره للخصم في حته الانطلاقات، في حته اللعب المباشر اللي هو بيروح بوشه على المرمى، بحته التسديد، كل ده مش موجود في عمرو السيسي اطلاقا. يعني انت حط مثلا دلوقتي امام عاشور مكان عمرو السيسي هتلاقي الموضوع مختلف، حط امام عاشور جنب نبيل عماد دونجا هتلاقي الموضوع مختلف تماما. امام يتفوق بشكل مبهر عن طبعا الاثنين، وربنا يوفقه مع ميتلاند الدنماركي، لان انا اتوقع له ان هو السنه الجديده ممكن يكون موجود في البريمير ليج، ممكن يكون موجود في الدوري الالماني الدوري الفرنسي. امام لعيب عنده امكانيات كويسه، ولكن نادي الزمالك محتاج لعيبه وسط ملعب بشكل كويس، محتاج مهاجم خلال الفتره الجايه. حتى كمان الاخطاء اللي هي من محمد عواد غريبه جدا، يمكن في ماتشات الدوري وبرده قرار انا مش فاهمه من فيريرا. في ماتشات الدوري انت دفعت بمحمد صبحي في مباراه وخلاص، قلنا ممكن يكون صبحي هو اللي هياخد في مركز حراسه المرمى، بعد كده في ماتشات دوري الابطال رجعت عواد تاني. امبارح عواد في الكره الاولانيه الجول الاولاني للترجي طلع بايديه بيديها للمدافع. صحيح صحيح، عشان بس معانا دقيقه واحده، منتخب الشباب يخسر برباعيه امام السنغال، تعليقك؟ لا بدون تعليق، انا كنت موجود في الملعب طبعا، بدون تعليق طبعا انك تخسر من السنغال على ارضك في بطوله ليه محتاجين تعليق حتى لو في الدقيقه؟ بتنظمها مصر، الفريق الوطني يخرج من دور المجموعات اكيد مسؤوليه تحملها اتحاد الكره بالكامل. فتره اعداد اعتقد كانت سيئه جدا لمنتخب الشباب، كابتن محمود جابر يتحمل المسؤوليه برضه مع اتحاد الكره، مدرب غير مظلوم، مدرب هو خد سنتين مع المنتخب ده،
ما لو طلع اشتكى دلوقتي من اتحاد الكوره، طب انت ما اشتكيتش ليه بقالك سنتين؟ هو ما اشتكاش على فكره، وكان في المؤتمرات الصحفيه بيتكلم وبيقول انا لا انا عملوا لي كل حاجه، انا كان عندي ماتشات وماتشات وديه، لا انا كنت بشوف ان اللعيبه حتى اللعيبه مش عايزه تساعد نفسها، المدير الفني ما عندوش الجديد اللي كان يقدمه لمنتخب مصر، منتخب بحجم الشباب ده اللي هو المفترض ده ناتج المنتخب الاول بعد سنتين ثلاثه اللي احنا هنشوفه المنتخب الاول. صحيح ولجنه جايين اه بعد شويه يعني بعد ساعتين كده في اجتماع في اتحاد الكوره طارق، ولكن يعني خلاص احنا بنعول على الاجتماع اللي عامله اتحاد الكوره من اجل يعني مناقشه ايه اللي حصل في هذه المباراه، ويعني استعداد لقادم افضل بالنسبه لمنتخب الشباب. شكرا لك محمد جمال الناقد الرياضي، نورتنا في استوديو صباح الخير. شكرا يا محمد. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا موجز لاهم واخر الانباء مع هاله، اتفضلي يا هاله. شكرا بسنت. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته نيكوس أنستاسيادس، وخلال الاتصال أعرب الرئيس السيسي عن التقدير والشكر للرئيس القبرصي المنتهية ولايته على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب، معربا له عن أطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق. من جانبه أعرب أنستاسيادس عن امتنانه الكبير للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة، مثمنا الإسهامات المقدرة للرئيس السيسي في إرساء دعائم التعاون المثمر بين البلدين على مدار السنوات الماضية، ومؤكدا التزام بلاده الراسخ بالاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين تحت قيادة الرئيس المنتخب نيكوس خريستودوليدس. تتواصل أعمال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد بحضور رؤساء البرلمانات العربية، ويأتي المؤتمر المنعقد في بغداد يومي 25 و26 من شهر فبراير الجاري تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته. أكد وزير الخارجية سامح شكري على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال استقبال شكري وفدا من البرلمان الأوروبي لبحث التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما التعاون البرلماني والاقتصادي والتنموي، وأيضا في مجال الطاقة. كما تناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والتصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية وجهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد تجاوزت المحنة وهي ماضية بقوة نحو عراق مستقل ومستقر وموحد ومزدهر. وعبر شياع السوداني عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي، مجددا توجه العراق نحو عقد الشراكات التنموية البناءة وطويلة الأمد مع الأشقاء من أجل مواجهة التحديات بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا قوية وتستهدف صناعة الدفاع والقطاع المالي لروسيا، مضيفا أن الدبلوماسيين الأوكرانيين والدولة بأكملها يعملون على تمديد العقوبات العالمية والأوروبية على وجه الخصوص إلى الصناعة النووية الروسية. وأكد زيلنسكي أن كييف ستواصل العمل على عقوبات ضد الكيانات الروسية وكل من يساعدها. أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية قصفت مجموعتين من الجنود الروس ونظام حرب إلكترونية، وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 4 غارات على مجموعات الأفراد والمعدات العسكرية الروسية، وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مجموعتين من القوى العاملة ومحطة رادار روسية.
رفضت وزارة الخارجية الروسية وساطة سويسرا في حل الأزمة الأوكرانية، معتبرة أن سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها أن تكون وسيطا في الأزمة، وذلك بانضمامها إلى العقوبات غير القانونية ضد روسيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن سويسرا لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية. وكان وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسس قد أعلن مؤخرا عن استعداد بلاده في أي وقت لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات وحل الأزمة الأوكرانية والإسهام في التسوية. أكدت إدارة النقل في كاليفورنيا انقطاع الكهرباء عن نحو 85 ألف منزل وشركة في منطقة لوس أنجلوس مع استمرار العواصف في ضرب أجزاء من ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى تساقط الثلوج وهطول الأمطار. وأكدت إدارة النقل في كاليفورنيا أن الطريق السريع المؤدي إلى الشمال خارج المدينة ظل مغلقا بسبب الثلوج الكثيفة، بينما تم إغلاق العديد من النقاط الجنوبية الأخرى من الطريق السريع في لوس أنجلوس ومحيطها بسبب الفيضانات. ورياضيا، واصل فريق ليفربول نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة وتعادل مع مضيفه كريستال بالاس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ومنح التعادل كل فريق نقطة وحيدة ليرتفع رصيد ليفربول إلى 36 نقطة في المركز السابع، كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مهما هتكون الديانة، مرحبا بكم مره تانية، وكلنا عارفين قصه الم الانسولين بالنسبه لمرض السكر. عايز اقول لك باسنتين دي من اكتر الحاجات المكلفه لاي مريض سكر، وان هو لو ما عندوش اي تامين بيكفره او بيغطيه بيبقى بيعاني جدا، لان هذه الاقلام اقلام مستورده وغاليه ومهمه جدا فيصليا، لازم ياخد جرعه الانسولين بتاعته لان هو ممكن يعني يبقى فيه مشاكل صحيه لو ما خدهاش. بشكل عام في اهتمام كبير جدا بتصنيع وتوطين الادويه في مصر، ملاحظين ان في توجيهات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذا الملف، وهذه التوجيهات الرئاسيه ربما وصلت لاشياء كثير جدا منها يعني كمان امراض للاورام شفنا كلام عنها في الايام اللي فاتت. يمكن من كام يوم شفنا زي ما قلنا الاعلان عن انتاج اقلام الانسولين بطاقه 12 مليون وحده سنويا لاول مره في مصر، واعتقد ده خبر هيهم قطاع كبير جدا من المصريين. طبعا ده يا مصطفى ضمن استراتيجيه الدوله لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الادويه الاستراتيجيه وتوجيه باقي الانتاج للتصدير. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع بالتفصيل من الدكتوره الفت غراب رئيس مجموعه اكاديميا للادويه. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ بسام، صباح الخير يا استاذ مصطفى اكاديميا مشاهدينكم الكرام، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. اهلا بك يا دكتور. دكتوره كلمينا عن انتاج اقلام الانسولين، متى سيصبح هذا الحلم حقيقه ومتى سيتوافر في الاسواق، وممكن يوفر قد ايه لدخل الاسره المصريه؟ ده السؤال الاكبر اللي يهمني. هو طبعا هو الحقيقه الحلم بقى حقيقه خلاص، احنا الحمد لله انتجنا عندنا مصنع انسولين استحوذنا عليه من احدى الشركات الاجنبيه اللي كانت موجوده في مصر، واحنا ممتلكينه من 2014، لكن الانتاج الحقيقي للانسولين ابتدى 2017. جودنا بقى وزي ما حضرتك قلت تنفيذا لتعليمات فخامه الرئيس بتوطين الصناعه زي صناعه الدواء، لانه يعتبر امن قومي. الحقيقه الازمات العالميه واللي حاصل في اسعار العملات وكده خلانا كلنا اصرار يعني ان احنا نوطن فعلا الصناعات الحديثه او المستورد اللي احنا بنلاقي فيها عجز في توفيره. ففعلا ابتدينا بهذا المنهج. من ضمن الادويه المهمه الانسولين، نجحنا في توطين الفايل، والحمد لله المصنع طاقته بتنتج 20 مليون فايل سنويا، واحتياج مصر 18، وفي شركات اخرى وبنصدر منه كمان. بعد كده دخلنا على الاحدث، لانه حضرتك عارف ان عالميا كل يوم بيطلع
حاجه جديده في علاج الامراض خاصه الانسولين، فابتدينا نوطن صناعه الخربول بالقلم. هو عباره عن خرطوش بيتحط جوه القلم، والقلم مدرج بدرجات معينه، انت عارف الانسولين حساس جدا وبياخد بالوحدات، فهو القلم مدرج وبنحط فيه الخربول ويقدر يفضل مع المريض، سهل قوي انه يتناوله ويهندله لو مسافر، لو في شغله، لو في مكان معين، بيبقى يقلل الهادر بتاع الفقد يعني، وكمان بيساعده على ان اي وقت يقدر ياخد جرعته. ففعلا انتجنا الكربول بالقلم، وبنوزع القلم مجانا على المريض، وعندنا هوت لاين لتعليم المريض اللي عايز يتعلم الاستعمال بتاع القلم، بجانب كمان بنديله بعض الارشادات للاستعمال. طب يا دكتورة ألفت، حابين حضرتك تكلمينا عن بدء تشغيل مصنع المهن الطبية. ما هو مصنع المهن الطبيه ده مصنع مخصوص للانسولين او للادويه الحيويه البيولوجيكال، بننتج فيه الادويه الانسولين باشكالها مختلفه. الانسولين بينتج في اشكال مختلفه، فايل او كربول، كمان في جديد دلوقتي بيبقى قلم جاهز، مواد جديده او مولوكيول جديده طالعه زي الجلارجين او الليراجلوسايد. احنا الحقيقه بنوطن هذه الصناعات ستيب باي ستيب، ابتدينا بالكربول، مع نهايه السنه ان شاء الله هننزل قلم الجلارجين وقلم الليرا جلوسايد، وده قلم برضو جاهز للحقن مباشره، وما بتخلص بسرعه بيترمي القلم ديسبوزابل يعني. طب نقدر نقول ان احنا هنصدر امتى؟ يعني هنكفي السوق، هنكفي السوق المحلي، كفينا السوق المحلي وهنصدر فعلا؟ وابرز فعلا يا فندم، احنا كفينا السوق المحلي في الفايل، والنهارده بننتج 20، السوق المحلي كل استهلاكه 18، فعندنا فرصه للتصدير، وصدرنا فعلا لدول افريقيه ودول اوروبيه. الجلارجين كمان احنا بننتج 6 مليون علبه، العلبه 5 كربون يعني 30 مليون، استهلاك مصر 4 مليون علبه فقط يعني 20، وان شاء الله الفرق ده بنجهزه للتصدير، والسنه دي هنفتح اسواق جديده زي كوبا، غانا، الكاميرون، اوغندا، بعض الدول الافريقيه الكبيره. طيب دكتور، دكتورة ألفت، هل من يعني أفهم من ده إن إحنا النهاردة قادرين إن إحنا نوطن صناعة الأدوية بخامات جودتها عالية، خلينا نقول بجودة أوروبية؟ فعلا احنا بنوطن التصنيع نفسه بخامات امريكيه واوروبيه وبجوده عاليه جدا. وخلينا اقول لك ان التوطين ده يعني ليه كذا فايده. اول فايده طبعا بتوفري الدواء للمريض في وقته، ما بيقعدش يستنى عبال ما المستورد يجي او في ازمه او كده. ثاني حاجه انك بتشغلي برضو العماله من ولادنا الخريجين الجداد، التخصصات الجديده. حاجه كمان ثالثه واهم، انك انت بتقللي الفاتوره الاستيراديه، بانك انت بتوفري محلي بالجنيه المصري وبسعر بيقارب يمكن حوالي 50% من سعر المستورد. فكل ده طبعا يعني فرص جميله جدا ان احنا توطين الصناعه بنستفيد فيه. طب انا برضو عايز اتكلم بلغه الارقام، اقلام الانسولين المستورده كانت بتكلف كام بالنسبه للمريض، واحنا هنوفرها له بكام؟ يعني هنوفر قد ايه للاسره المصريه؟ يعني زي ما قلت لحضرتك، انا النهارده بننزل بالاسعار بحوالي 50% من سعر المستورد، وفي نفس الوقت ان انت بتقلل الفاتوره الاقتصاديه بوجه عام، المريض كمان بيضمن توفير الدواء بسعر مناسب، وتوفيره اهم كمان من انه يقول سعر، فانا هوفره بسعر اقل 50% وفي وقته كمان اللي هو. طب وهل ال 50% دي هتنزل لو في مكونات هنقدر نصنعها في المستقبل القريب، ولا مفيش خطه لده؟ لا احنا فعلا، برافو عليك، يعني ده سؤال جميل جدا. التوطين حضرتك بيبتدي بفيزز على مراحل، المرحله الاولى ان انا ممكن استورد خامه وابتدي اصنع، المرحله الجايه احنا دلوقتي مجموعه اكاديميه بننشئ مصنع لانتاج الخامات الدوائيه، وعندنا مصنع للبيولوجيكال اللي هو هينتج المواد الخام بتاع الادويه الحيويه زي الانسولين. فاحنا خطوه في خطوه ان شاء الله هيبقى بعد كده 100% خامه و100% صناعه. كل الشكر ليك الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكاديمة للأدوية، شكرا ليك يا فندم. شكرا يا فندم. النهاردة هيتم إطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج، هيتم من خلال هذه المبادرة إجراء التحاليل الطبية اللازمة
وبطبيعة الحال زي ما تم الإعلان هذه النتائج ستكون سرية للطرفين ومؤمنة بشكل كامل. حقيقي يا مصطفى يعني التحاليل دي مهمة جدا، ده عشان يعني فردين يطمئنوا على سلامة الأسرة وسلامة إنجاب أبناء يكونوا أصحاء أو ما يكونش عندهم أي مشاكل أو أمراض وراثية يمكن إحنا ما نكونش عارفين إن دي ممكن أو الأمراض دي في الجينات. معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، أهلا بيك. شكرا لك دكتور، اهلا بحضرتك. دكتور، اين سيتم توفير اماكن فحص المقبلين على الزواج؟ يتم التوفير في المرحله الاولى في اكثر من 303 وحده من وحدات الرعايه الاساسيه او مراكز طب الاسره متوزعين على 27 محافظه. متوفره يعني في هذه الاماكن، في الاماكن الخاصه بطب الاسره بس؟ في اكثر من، وتم الاعلان عنها من خلال الموقع وصفحات الوزاره، وكمان يمكن من خلال الاتصال بالخط الساخن 13 55 13 معرفه اقرب مكان للمتواجد فيه الراغبين على الزواج. طيب دكتور حسام، ايه هي الاجراءات اللي لازم كل او اي اثنين مقبلين على الزواج يعملوها؟ هو مفيش اكثر من انه يروح يعمل الكشف الطبي بالنسبه لنا كوزاره الصحه في هذه المبادره، انه بيروح يكشف عشان يعمل الكشف الطبي والشهاده الخاصه بالكشف الطبي، ده اجراء اساسي لتوثيق الزواج زيها زي بطاقه التعريف الشخصيه او بطاقه الرقم القومي. الحقيقه بس اللي احنا عايزين نوضحه بشكل واضح انه الكشف الطبي كان شرطا لتوثيق الزواج من 2008. ما استحدثته مبادرة السيد رئيس الجمهورية هي إضافة تحاليل وفحوصات مرتبطة بالحالة الصحية للمقبلين على الزواج أكثر مما كان سابقا. يعني كما كان سابقا هو كشف كلينيكي ظاهري، لكن الحقيقة أن هناك الكثير من الأمراض التي قد تؤثر على الحياة الزوجية المستقبلية وتؤثر على الأطفال، مرض نقص المناعة المكتسب، الثلاسيميا كأحد الأمراض الوراثية، السكر، الفيروس سي، فيروس بي، هذه الفحوصات تم إضافتها إلى الكشف الذي كان مقررا منذ عام 2008. طب دكتور، يعني هنفترض لو نزلنا شوية الجنوب جنوبا يعني في محافظات الصعيد وأزواج الأقارب، حضرتك أكيد تعرف أكتر مني هناك عامل إزاي، واثنين راحوا كشفوا والاثنين دول اثبتت التحاليل انه ممكن يخلفوا اولاد مشوهين علشان الامراض الجينيه، هل الموضوع بيبقى اختياري ولا لو راحوا للمأذون المأذون هيقول لهم لا مش هينفع تتجوزوا؟ لا، ما نتيجه الفحص ليست شرطا في اتمام الزواج، الفحص هو اللي شرط، وبالتالي انا بختاره، انا بقول له انا بخلي مسؤوليتي يعني. ما كانت نتيجه الفحص ايوه، فمن اختيار الاتمام الزواج من عدمه هو اختيار المقبلين على الزواج. احنا دورنا كدوله هو الفحص والتوعيه وتوفير العلاج والاخبار بالوضع الصحي للمصاب مش لحد تاني. عشان بس كان في اشاعات كتير يا فندم طلعت انه في حال وجود خلل جيني الدوله هتقوم بمنع هذه الزيجه، لكن في الحقيقه ما لهاش علاقه. الدوله لا تتدخل في اختيارات الأشخاص، لكن الدولة كل ما تقوم به هو أن تكون اختيارات الأشخاص على بينة وتقدم الخدمة العلاجية أو العلاج، لأن الدولة حريصة على مواطنين أصحاء. حقيقي كمان المواطنين يمكن عايزين يتأكدوا من سرية هذه الفحوصات، يعني إزاي نطمن المقبلين على هذه الإجراءات أنه الفحوصات دي سرية؟ الفحوصات سرية ولا يتم الإبلاغ إلا للشخص صاحب الفحص. عظيم. يعني حتى احنا ما بنبلغش الطرف الآخر، فبنبلغ صاحب الفحص ان وضعك 1 2 3 4 وانت اليك القرار، ومن حقهم ان هم الاثنين، وده موجود في مراكز وحدات الرعايه الاساسيه، ان هم يتم تقديم خدمه المشوره الصحيه ليهم من خلال اطباء متخصصين داخل مراكز وحدات الرعايه الاساسيه. طب ولضحت هذه الشائعات اللي اتكلمت عنها بس انت يا دكتور، كم تبلغ قيمه هذه الفحوصات برضه بعد اشاعات كثيره ان هي يعني مبالغ ماليه كبيره؟ الفحوصات كلها بتكلف 180 جنيه، الكشف الطبي 40 جنيه، احنا بنتكلم في 220 جنيه. حضرتك واحد من الفحوصات ديت لو حب يعملها بشكل خاص ايوه ده هيكلف
ضعفين الرقم صحيح ومكلفه كل الفحوصات. ايه هي بقى كم تحليل يا دكتور؟ هي كم تحليل؟ بنتكلم في 9 انواع من التحاليل، فيروس سي، فيروس بي، نقص المناعه المكتسب، السكر، الانتي ار اتش، الثلاثيه، الحاجات دي كلها. يعني الدوله لو كانت عايزه تكسب يا دكتور كانت كسبت اكتر، عايز تقول كده؟ الدوله مش بتكسب، الدوله بتتحمل الفارق كمان. هو بيدفع 180 جنيه في الوقت ان الفحوصات دي بتكلف ضعفين الرقم ده. الدوله بتتحمل من موازنه الدوله الفارق ما بين تكلفه هذه الفحوصات الحقيقيه وما بين ما يدفعه المقبل على الزواج. معلش انا قطعتك في الفحوصات، ممكن نقولهم مره تانية؟ انا قلت حضرتك قلت جزء واحد بس، هما كام واحد؟ احنا بنتكلم في 9 انواع من الفحوصات، هي الالتهاب الكبدي بي، الالتهاب الكبدي سي، الاتش اي في، السكر، الانتي ار اتش، فصيله الدم، مستوى الهيموجلوبين في الدم، انيميا البحر المتوسط، فقر الدم المنجلي. دي الفحوصات المعمليه، بالاضافه لان احنا بنكشف عن البادي ماس اندكس عشان السمنه وارتفاع ضغط الدم والكشف الظاهري والكشف النفسي. كل دي حضرتك الدوله بتتحمل فارق التكلفه وهو يساوي تقريبا ضعف المبلغ اللي بيدفعه المواطن. طيب الفحوصات دي يا دكتور تقريبا بتاخد كام يوم؟ الاعلى يعني احنا بنقول ان هو بيحصل على النتيجه خلال فتره 14 يوم كحد اقصى. حد اقصى. هايل. طب ولو حد كده يعني ايه زي ما بيقولوا من اصحابنا يعني ذكائهم متقد وقال لك انا عايز اروح اكشف على نفسي وراح عمل هذه الفحوصات وهو مش هيتجوز، بنعرف ازاي؟ هو حر يعملها ومش هيتجوز، دي حاجه تخصه. لكن هي الفكره بالنسبه لنا احنا ان احنا حريصين على ان تتم من خلال المراكز المعتمده لحاجتين، عشان نوجهه كمان لمراكز العلاج لا قدر الله، ولتوفير قاعدة بيانات صحية للمواطنين المصريين نقدر من خلالها رفع الوضع الصحي أو تطوير الحالة الصحية للمواطنين المصريين. أنا كدولة بحاول أني أقدم خدمات الرعاية الصحية وفق الواقع، عندي قد إيه ناس مصابين بأي نوع من أنواع الأمراض، وبالتالي بوجه جهودي وإنفاقي نحو تحسين الحالة الصحية، لأنه في النهاية الهدف الاسمى للدوله المصريه صحيح. هو الوصول الى حياه كريمه للمواطنين، حياه كريمه من الناحيه الصحيه، الاجتماعيه، الماديه، العلميه. متهيألي يا دكتور يعني كمان مش من العدل ابدا انه لو حد عارف بمرض معين فيه معدي انه يتجوز وينقل المرض ده لحد تاني من غير يعني ما الحد ده يكون يعني عارف. يعني اعتقد انه المصاب بالاتش اي في او الفيروس سي او من العداله انه هو يطلع الطرف الاخر على وضعه اكيد عشان يبقى اختيار مبني على علم ويقين وما يبقاش مبني على نوع من الغش أو على قدر الله التدليل. هل بيتم عمل جلسات مشهوره قبل الفحوصات يا فندم؟ بيتم عمل جلسات مشهوره اثناء عمل الفحوصات وبعد النتائج كمان. طب يا دكتور وبالنسبه زي ما قلت لحضرتك الزواج الاقارب، هل بتطلع نتائج ممكن تقول ان انتوا يا جماعه ممكن تخلفوا طفل مشوه، ولا ده مش محطوط ضمن الحاجات اللي معانا؟ لا، الفحص الجيني الوراثي واحده من الفحوصات، وبالتالي ده ما حاصل فيه سواء في الاقارب وغيرهم. هو صحيح انه نسبه احتماليه الاصابه بالامراض الوراثيه في زواج الاقارب اعلى، لكن نحن لا نستثني الاقارب من غيرهم، احنا بنتكلم على فحص جيني لكل المقبلين على الجواز من المصريين وغيرهم. ايوه. وبنقدم المشوره الصحيه والاحاله العلاجيه التي تثبت اصابتهم باي نوع من انواع الامراض. كل الشكر ليك الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، شكرا ليك يا فندم. خلينا مشاهدينا الكرام نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير يا مصر. عشان
النهارده التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي هيطلق مبادره التكافؤ، والمبادره دي هدفها دعم الطلاب المتفوقين وكمان تسليم منح تعليميه للتعليم الفني والتكنولوجي الشامله ل 200 طالب من الملتحقين بالجامعات التكنولوجيه الجديده. الحقيقه مش غريب على التحالف الوطني الاهلي انه يعمل حاجه زي كده، وخصوصا ان احنا شفنا ليه مبادرات كتير وادوار كتير تنمويه وتوعويه فاجئتنا بصراحه. يعني التحالف لو كان نشا في ظل مبادره حياه كريمه ونشا في ظل مبادرات خيريه وتنمويه ربما كناش متوقعين انه يخش في مجالات اخرى زي مجالات منح المنح الدراسيه. زي ما عايز اقول لحضراتكم المبادره دي بيتم تنظيمها وفقا لبروتوكول تعاون موقع ما بين وزاره التعليم العالي والتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر من هذه المبادره، من سيستفيد منها، كيف يمكن ان تستفيد ايضا من هذه المبادره، وتفاصيل المنح دي هتبقى عامله ازاي. الاستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسه صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي منورنا النهارده عبر الهاتف في صباح الخير. صباح الخير يا استاذ مصطفى. صباح الخير مصطفى. صباح الخير يا استاذ. اهلا بك يا استاذ مصطفى، منورنا دايما يعني. وحابين نعرف منك في البدايه يعني مبادرة تكافؤ إيه الهدف منها؟ كلمنا أكتر عن هذه المبادرة. الحقيقة النهاردة التحالف الوطني للعمل الأهلي من خلال مؤسسة صناع الخير وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي وكافة الشركاء من القطاع الخاص بيدشنوا رسميا مبادرة تكافؤ لدعم توازن وعدالة في الفرص التعليمية لطلابنا من التعليم الفني والتعليم العام الملتحقين بالجامعات التكنولوجية. ويمكن على مدار الشهور الماضية تم مقابلات شخصية لكل الطلاب المتقدمين فور إعلان المبادرة، وتم اختيار الطلاب الأكثر تفوقا وتميز من كافة المحافظات اللي بيدرسوا في الجامعات التكنولوجية اللي تم إنشاءها بعد توجيه السيد الرئيس بدعم التعليم الفني العالي في كافة التخصصات اللي بيحتاجها سوق العمل. وده النهاردة إن شاء الله يمكن بنشهده بعد ساعات قليلة في تسليم أول 200 منحة دراسية لمدة 4 سنوات، تكلفة يمكن تتجاوز 10 مليون جنيه لل 200 طالب. وإن شاء الله يمكن النهاردة هنعلن أيضا عن توسعة المنح وزيادة العدد المقبولين في الأعوام القادمة لأكثر من 10,000 طالب على مستوى سواء الجامعات التكنولوجية أو الجامعات الأخرى المهتمة أو المتخصصة في التعليم الفني لاحتياج السوق المصري لهذه الشريحة من طلابنا المتميزين اللي يمكن أصروا على استمرارهم في التعليم العالي بعد انتهائهم من مرحلة التعليم الثانوي الفني أو الثانوي العام كمان، لأن يمكن طلاب الجامعات التكنولوجية بينقصوا يمكن 80% من خريج التعليم الفني و 20% صحيح من خريج الثانوية العامة. وده الحقيقه يمكن النهارده اول 2 مليون بيسلموا لاول عام لطلاب مرحله الفرقه الاولى مصاريف الترم الاول والترم الثاني. وده يمكن عشان كمان كنا اعلنا مؤخرا عن اطلاق المبادره، بيتم النهارده ان شاء الله كمان من ضمن المفاجات للطلبه هو تعاون ما بين التحالف الوطني الممثل في صناع الخير ومبادره ابدا، عشان كمان نبدا يكون في اندماج لهؤلاء الطلاب في سواء الاجازات الصيفيه او بعد التخرج في سوق العمل وانخراطهم في تدريب عملي في بعض الشركات والمصانع المجاوره لهذه الجامعات. وده الهدف ان احنا نخرج كوادر فعلا، لان احنا بقى عندنا للاسف تراجع كبير في العماله الفنيه المتخصصه والمدربه باعلى وسائل التكنولوجيا. والحقيقه الجامعات دي بتنقذ شريحه كبيره جدا من هؤلاء الطلاب، ان هم كانوا بيتوقفوا عند التعليم الفني الصناعي في الدبلومات فقط او يلتحقوا بعض المعاهد اللي هي المتوسطه. صحيح. طيب استاذ مصطفى، يعني انا عايز اتكلم حضرتك عن التحول في استراتيجيه العمل الاهلي. يعني انتوا كنتوا بداتوا بشكل ان احنا بنعمل اعمال ليها علاقه بالاسره المصريه، المجتمع المصري اللي بيحتاج، بنعمل بطاطين، بنوفر اشياء ليها مبادره ليها علاقه بمبادره حياه كريمه، وتحول الامر لدعم الطلاب في مراحلهم الدراسيه. ده توجه ولا ده اللي بيحصل النهارده في المبادره دي استثناء؟ ولو توجه ممكن نطوره ازاي؟ خليني اقول لحضرتك ده سؤال مهم جدا يا استاذ مصطفى، لان استراتيجيه الدوله ب 2030 يمكن مبنيه على اسس علميه، وعشان نكون برضه احنا بنتكلم حتى لو احنا عندنا ظروف اقتصاديه صعبه،
لكن لو مفيش دعم لهيئة التعليم ولطلابنا. نشكرك أستاذ مصطفى، بنعتذر لكن الآن ننتقل لمقر احتفال الرئيس السيسي باصطفاف المعدات لتنمية سيناء.